يعطيكم العافيه ما تواخذونا طولنا عليكم تتذكروا الجلسه تبع امبارح ان شاء الله هيك يا رب تكونوا هلا كلها تكون اول شيء تمام وكيف اموركم ان شاء الله تكونوا بخير بجلسه امبارح اشتغلنا على او مو امبارح بصراحه لا لحتى نكون دقيقين بجلسه اول امبارح امبارح كان في عندي شويه ظروف صعب انه يعني اقدر التحق مباشره في المحاضره الجديده بجلسه اول امبارح اشتغلنا على موضوع التقرير الصحفي والتقرير الصحفي مثل ما كلياتنا بنعرف انه هو نوع اساسي ومهم للغايه بما يتعلق بالرصيد الاعلامي والبث الاعلامي الموجود او الضخ الاعلامي من المواد الاعلاميه الموجوده على القنوات ووسائل الاعلام بشكل عام سواء كانت التقليديه او الاعلام الجديد الالكتروني الحديث او البديل ايا كانت التسميات. بما يتعلق بالتقرير الصحفي أو التقرير الإخباري طرقنا بمحاضرة السابقة وحكينا شو هو تعريف التقرير قديش في كتير من الوسائل الإعلامية بتهتم في آه لهذا التقرير بشكل اساسي وايضا كمان اطلعنا على موضوع آه ما هي بنيه التقرير بشكل آه بشكل تفصيلي سواء كان من بدايه من العنوان ونزولا آه للمقدمه ومن ثم الصلب والمتن واخيرا الخاتمه او ما آه يسمى آه ال يعني الزبده الاخيره للتقرير آه وتطرقنا كثير يعني بالجلسه انه اخذنا شويه هيك امثله عمليه شويه صرنا نضرب أمثلة عن مقدمات كيف ممكن تبلش كمان ضربنا شوية أمثلة عن العناوين حكينا كمحررين وكصحفيين ما هو الأنسب بالنسبة لكم إنه شو هي الطريقة يلي أفضل بالنسبة لكم إنه تبلشوا فيها كتابة التقرير وأعطيناكم شوية نصائح وشوية إذا فيني أحكي تيبس وخطوات ممكن تساعدكم بإنه تشتغلوا على التقرير، التقرير الخاص فيكم يلي مطالبين أنتم بتحريره وكتابته سواء كان بشكل يومي، بشكل أسبوعي، أيا كان حسب الوسيلة اللي عم تشتغلوا فيها، ووصلنا ل يعني مثل ما قلت بعض النصائح اللي بتساعدكم بهي الكتابة سواء كان وقت سمعنا يعني قرأنا سوا انه كيف الافضل نبلش بالمتن ومن ثم كتابه المقدمه والعنوان واخيرا الخاتمه هدول وان كان طبعا هذا الشيء بيختلف بين صحفي لصحفي ممكن الصحفي يفضل لا انه يكون اصلا هو عرفان شو محاور اللي رح يشتغل عليها وعنده قدره بشكل سلس انه يكتب عنوانه وايضا مقدمته وينتقل بشكل كلاسيكي للصلب واخيرا الخاتمه حكينا كمان عن انواع المقدمات انواع العناوين اكثر هذه الانواع شهره واكثرها استخداما وطرحنا سؤال مهم للغايه على ما اعتقد انس او ربما انس يمكن هو من الاشخاص اللي سال وقال هل هناك انواع للتقارير؟ وانا كان جوابي ما سبق وسمعت انه في انواع للتقارير وانما سمعت انواع لبنيه هذا التقرير. بعد الاطلاع فعلا قرات انه بعض الباحثين واساتذه الاعلام كانوا عم يحاولوا لحتى يبسطوا لل للصحفي وايضا للمستمع او الجمهور او المتلقي لحتى ربما يستطيع انه يحكم ما نوع هذا التقرير اللي عم يشاهده او يشوفه فعلا كان في عنا تقارير سرديه وتقارير وصفيه وتقارير علميه هي اللي بتندرج ضمن الجانب اللي كنت انا عم اقول لكم اياه كنت انا عم ركز عليه صراحه بحواري وقلت انه في عنا تقارير بتختلف حسب المجال وحسب الجانب اللي عم ركز فيه وان كان هذا التصنيف وهذا التبويب بالنسبه لانواع التقارير ليس يعني ليس مستخدما في الناحية المهنية أو إذا فيني أحكي من الناحية العملية بالنسبة للصحفي يعني مثلا ما بيجي رئيس التحرير لك أو مدير التحرير اكتب لي تقرير وصفي أو اكتب لي تقرير سردي أو هلا اكتب لي تقرير خطابي مثلا من أحد الأنواع الأخرى ما رح يجي لك هذا النوع لهيك أنا وقت حاولت مبارح أو وقت مبارح حاولنا نركز لكم أنه أغلب التقارير المستخدمة راح يقول لك ركز من الناحيه الانسانيه على هذا التقرير راح يقول كم او ركز على الجانب ربما العسكري بهذا التقرير برز ناحيه العسكريه او الامنيه هيك انا كان التبويب ربما بسبب انخراطي بالعمل وبسبب الاحتكاك اليومي مع رؤساء التحرير ومدراء التحرير وايضا جو العمل بشكل عام لهيك يمكن غفلت عن غفلت عن موضوع هذا التبويب وحاولت فضل التبويب الثاني اللي مثل ما قلت لكم اغلب المدراء والرؤساء بيلجؤوا له وبينادوا فيه وبيسموا فيه واذا بدهم يطلبوا من محررين كتابه تقرير. أه انس او محاسن انتم بالنسبه لكم اطلعتوا على يعني فتحت محركات البحث شفتوا اذا في عند اذا في فعليا وحقيقه انواع غير اللي حكيناها او او اللي غير اللي حكيتها هلا او غير اللي انتم كنتم متوقعين في شيء اضافي كنتم متوقعين انه لازم يكون او اصلا متوقعين انه تقراوه وانتم عم تبحثوا خلال بحثكم عن انواع التقارير، فيكي انس او محاسن تجاوبوا وإذا متاحين انتم عندكم امكانيه الحديث. انا عذرا بس كان الصوت عندي عم يتقطع، ما بعرف اذا ذكرتيهم التقارير هن التقرير الاخباري وال الحي هو الحي الانساني او الشخصي البروفايل، هذول اللي ذكرتيهم هلا؟ آه. أه انا لا مزبوط انا يعني ما عددتهم صراحه كل انواع التقارير انا معك يا انس بس فعلا في شيء اضافي صح تقرير السيره الذاتيه في عنا التقرير اللي كنت عم تحكي عنه طبعا. شو كمان عدد رجع هلا التقرير الاخباري بيحكي هو تقرير اخباري اللي بيهتم بشرح وتفسير عرض جوانب الاخبار والاخبار الانيه واليوميه وطبعا بيركز على سرد سرد المعلومات والبيانات وتحليلها كمان ايضا جميل جميل طبعا طبعا بتكون هي من ضمن التقرير الاخباري يكون يعني الامور السياسيه والاقتصاديه والفنيه والرياضيه م -م. وبالنسبه للتقرير التقرير الحي او ما يسمى الانساني هو بيكون يعني وصف لحدث وقائع او حدث واقع اني بيكون يعني ربما هي اقرب لل... وصف للامور العاجله يعني اللي بتطلب ايوه تمام يركز على على توصيف وتصوير يعني الاحداث الوقائع اكثر ما يركز على انه على سرد معلومات وبيانات مثل يعني طبعا اذا نحكي تقارير بيكون مثل تقارير مثلا عن زلازل او فيضان اللي عم تحصل هلا او مثلا مثلا حصول مجزره حصول قصف هون بيكون يعني بيحتاج الصحفي يوصف فيه اكثر ما يسرد فيه معلومات وبيانات يعني بيحتاج انه منه الصحف يعني يوصف اكثر عن الحاله اللي عم بتحصل بالمكان موقع الحدث تمام <applause> والشخصيه طبعا بيحكي عن شخصيات سياسيه وعفوا اخذنا كثير من الوقت نحكي لا <applause> لا انا سأف... بالعكس يعني انا كان بدي مشان هيك انا كنت شو يعني بتتذكروا حكينا باخر محاضره انه كل عدكم بدي اياكم تبحثوا يعني الكل والجميع و... واللي كان موجودين او حتى اللي كانوا عم يتابعونا على الفيسبوك انا بدي اياهم يقراوا شو معنات انواع التقارير ويعني و... و... يستوضحوا هذا الامر بشكل يعني اسهل ربما لحتى يتنوروا اكثر ما حاصل انت عندك تصنيفات اخرى غير اللي ذكرهم أناس لا والله للاسف انا اعتمدت على تصنيفك اللي اول امبارح اعطيتينا اياه على المحاضره فبصراحه يعني ما ما تعمقت بالبحث على جوجل ابدا يعني هو تماما يعني انت حتى لو عملتي بالسيرشنج ورحتي دوري تشوفي راح يطلع معك فعلا في عنا انواع تقارير مثلنا مثل مثل اللي ذكرهم اناس واللي بالمجمل هن تقارير اقرب ما تكون من الناحيه برجع بإلكم من الناحيه النظريه اكثر ما تكون من الناحيه المهنيه يعني العمليه بحياتنا اليوميه لكن احنا بالمجمل بالفعل وقت مثل ما قلت لكم وقت بدنا نكتب تقرير غير انه نركز على الجانب الجانب من الجوانب الموجوده بالمجتمع سواء كان علمي سياسي اقتصادي وغيره وانسانى كمان مثل ما حكى هون انس ممكن يقول لك, لك رئيس التحرير أو مدير التحرير ركز على الجانب الوصفي هون، يعني خلي شوي لغتك وصفية فيه أكثر اعتمد على او مثلا ربما اعتمد على الجوانب السرديه فقط اسرد الحقائق بدون ما او اسرد التفاصيل والمعلومات بدون ما انه تتعمق فيها وتدخل بالتفاصيل والاعماق اكثر من اكثر من باقي التقارير كمان في عندنا نوع من انواع التقارير الحيه او حتى التقارير الانسانيه هي بترجع كمان في ما التصنيف من ناحيه الجوانب مشان أه ما نعطي اكثر وقت لهذا الموضوع وندخل بموضوعنا دغري والشغل اللي لازم نشتغل عليه اليوم كونه جلستنا هي الاخيره خلونا نبلش نقرا التحقيق الصحفي صراحه انا كنت مالي مفكره اطلاقا ندخل بالتحقيق كنت حابه لو كان في عنا تفاعليه اكثر نشتغل على موضوع التقارير ونطلب يعني اطلب وظائف منكم وتبلشوا تشتغلوا وتكتبوا بشكل ممارسة حقيقية للتقرير لكن لأنه ما شفت كتير في ناس يعني حتى من ناحية يمكن محاسن أنت أو بدور ما تتذكر أنه خبرتوني أنه عم تركزوا أنتم هلأ حاليا أنا على الأخبار هيك طلع لي الصورة اللي لي الرابط اللي بعثتي لي بس أنا ما عارف أنا رابط باب السلامة اللي الصورة بعثت لك اللي أنت بعثتيها تبع معلومات البيانات فأنا فتحت عليها هلا ما مشي حاله انا عندي سابقا محتفظ فيه مؤشر إيه؟ عليه اعطاني مغلق ما مفتوح رابط شو هو أنا ما سمعت الصوت انا مزبوط شكله انس فاتح الصوت بالغلط عم يحكي مع حدا تاني ما هيك انا, صح. أنا بعتذر ولا يهمك لان انا عم بقول يعني ده وفتح وما فتح وما ما بعت روابط غير رابط اليوتيوب وكانت الحلقه فيها مشاهدات الحمد لله منيح خلونا أهلأ يا أهلأ أستاذي هلا هلا استاذه هلا مع سوري قاطعتك، هلا بصراحة أنا كنت متوقع إنك تحكي اليوم عن التحقيق لأنه بحس بالصحافة أهم شيء الخبر التقرير التحقيق هدول ثلاث أساسات تبعوت الكتابة الصحفية اللي هن بيبنوا غير قصص، هلا أنا بشغلي بجريدة الخليج كنت متخصصة بتحقيقات صحفية ريبورتاجات أه. هون بتركيا حسيت قالوني لا إراديا للخبر الصحفي، لأنه شفتي هون المواقع كلها على الأخبار السورية والعاجل والقصص. فبصراحة أخذت سنة لحتى شوي هيك اقتنعت إني أكتب أخبار اللي بيكتب تحقيق مطول صفحه كامله جريده او صفحه فصعب يرجع يقلص الحكي تبعه يعني بكون متعود يحكي كثير صح و... كثير متعوده احكي كان يعطيني موضوع احكي عنه مثلا كنت اكتب مجله اذا بتسمعي عنها اسمها زهره الخليج طبعا زور طبعا الشارقه مين ما بيعرف زهره الخليج خاصه الصبايا ايه <applause> سماح <applause> مثلا تمام كانوا يعطوني اربع صفحات فيها او مجله الاسره اجتني كمان اشتغلت سنتين او ثلاثه، يعني لما تكتبي اربع صفحات عن موضوع غير هلا رئيس تحريري بيقول لي سطرين ثلاث سطور فكثير مرهق كثير تدربت لبين ما قدرت اوقف حكي <applause> انا متعوده امسك القلم واكتب مضبوط <applause> مضبوط والله انا فهمانتك 100% وبقدر بقدر هي الصعوبة بالنقلة يعني اللي حتكون من إنه أنت شخص بيستفيد وبيقرأ وبيبحث وبيستشهد بيجيب أدلة وحجج خاصة لأنه التحقيق قائم على هذا الموضوع ويجيب كل آراء الأطراف اللي معنية بالحدث اما بنفس الوقت رح اما بالمقابل رح تشتغلي بالخبر انه هو دوب تاخذي آه يعني المختصر 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 من من الشيء اللي صار او من الحدث اصلا يعني من المعلومه اللي انت بدك تقدميها فامر ما له سهل صح حقيقه بس هذا الشيء حب يعني ب... ب... بيعجبني فيكي معناتها انه انت ما شاء الله مبلشه بالصعب يعني لانه انت عم تشتغلي على تحقيق معناتها انا حكيتها تذكروا باول جلسه اللي بيشتغل تحقيقات بيكون وصلان لمرحله من ال... الأريحية بالتعامل مع المواد الإعلامية وكل شيء يعني كل شيء بخص الإعلام لأنه هو لازم يكون على تواصل مع مصادر لازم يكون في عنده أصلا خصوصية بالحصول على المعلومة يعني لحتى يحقق تفرد ولحتى يحقق انتشار ولحتى يضرب التحقيق اللي عم يعني يكتبه أصلا فهدول كل النقاط طالما انت ما شاء الله مشتغله عليهم حتى لو كانت بالجوانب الفنيه يعني ايضا الجوانب الفنيه ما فينا نغبن هذا المجال اللي كثير من الاشخاص عندهم اطلاع وحتى اهتمام فيه لهيك الله يعطيك الف عافيه يا محاسن معناتها انت كثير حتشاركينا اليوم بمحاضره اليوم لانه هي حلوه ومثل ما قلنا يعني قريبه من الشيء اللي انت مشتغله عليه. انا أه خليه يتابع الشباب اللي عم يتابعونا كمان على الفيسبوك أه خليكم معنا رح نشتغل شوي معلومات نظريه عن التحقيق نقرا عنه لحتى نصير نحكي من ضوء تجاربنا ربما او اي حدا عنده استفسار قبل ما ننتقل للشق الاخير من محاضره اليوم او جلسه اليوم اللي هي حتكون عن السياسه التحريريه او السياسه الاعلاميه بشكل كامل طيب التحقيق الصحفي هو فن الشرح والتفسير انتبهوا على المفردات المستخدمه بالتعريف فن الشرح والتفسير والبحث عن الاسباب والعمل الاجتماعيه والاقتصاديه او السياسيه والفكريه التي تكون وراء الخبر والقضيه او المشكله او الفكره حتى او الظاهره التي يبحث يبحثها التحقيق وهو يجمع ايضا بين عدد من الفنون التحريريه في ان واحد الخبر والحوار والراي الحوار حنعرف ليش الخبر اكيد انتبهوا لانه نحن ما في نوع من الانواع والمواد الاعلاميه الا الا ليكون الخبر هو اساس اساس اصلا صياغه اي صياغه هي الماده اللي نحن عم نحررها وبما يتعلق بالراي فحنشوف انه نحن فعلا بالمواد بالمواد الاستقصائيه اللي هي اولها التحقيق الصحفي يعني بشكل او باخر يحق للصحفي ويجب على الصحفي هنا ابراز رايه بشكل واضح ودقيق وصريح ومدروس هذا الاهم الاهم من هذا كله انه يكون الراي مدروس وليس راي عبثي او اعتباطي أهمية التحقيق أنه أكيد بينشر حقائق ومعلومات جديدة هذا الشيء اللي كنت عم لك يا محاسن وحتى أناس أنه التحقيق هو شغلته يقدم لنا شيء جديد مو شرط بس والله يلخص الوضع يلي صار مثل ما بيعمل التقرير يوصف الوضع يلي صار او حتى يقوم باخبار الناس بالشيء اللي صار بما مثل ما بيعمل الخبر وانما لا هون بده يفوت بالعمق بده يفوت بالشغلات الجديده الغريبه بده يحاول يفسر ويشرح ابعاد هي الحدث الجوانب العميقه اللي بغطيها او ما وراء الحدث اذا فينا نحكي ليس فقط الحدث وانما ما وراء الحدث وكل دلالات هذه النقاط وابعادها من الناحيه الاجتماعيه الاقتصاديه السياسيه ايا كان هدف التحقيق اللي او فكره التحقيق اللي عم يشتغل عليه. يقوم ايضا بوظائف التوجيه والارشاد لانه مثل ما قلت لكم التحقيقات تبنى عليها احيانا قرارات حكوميه، قرارات دوليه، لانه هي بتكون عم تلخص الوضع وعم تسلط ال... تسلط الضوء على نقطه او على جانب من الجوانب الاجتماعيه والسياسيه وايا كان المجال وتحاول بنفس الوقت تستطلع اراء المعنيين بهذا الحدث او حتى اللي لهم علاقه بالحدث قريبه او بعيده وبنفس الوقت تقدم حلول ومقترحات للقضيه اللي عم تناقشها او الحادثه اللي عم نناقشها. غير انه اكيد وظائف التوجيه والارشاد والتسليه والترفيه انتم بتعرفوا انه وظائف الاعلام ووسائل الاعلام بشكل عام بتقوم على خمس وظائف اساسيه هن التوجيه والارشاد والوعي التسليه والترفيه وايضا اكيد الاعلان والتسويق لانه الاعلام هو جزء من يعني جزء لا يتجزأ من البوابه التي تقوم فيها الوسائل الاعلانيه او الاعلانات بضخ اعلاناتها ومنشوراتها ودعاياتها في هذا البث الفضائي الاعلامي الموجود اذا هي هي اهميه التحقيق بشكل مختصر وسريع خلونا نشوف شو انواع التحقيقات حسب ما جمعوا او تجمعت اساتذه الاعلام والمختصين بهذا الجانب على انه يبوبوها بعده او باربع مجالات او اربع خلينا نقول تصنيفات، التصنيف الاول تحقيق الخلفيه، التصنيف الثاني هو تحقيق التغطيه، مثل ما قلت لكم هون عم يبلش بقى يشتغل بتغطيه الحدث بذات نفسه، يعني مثلا خليني اقول مؤتمر من المؤتمرات بيقوم احد المحررين بطلب من رئيس التحرير او مدير التحرير او رئيس قسم الاخبار او رئيس قسم التحقيقات طبعا نحن عم نحكي بوسائل الاعلام الاحترافيه لانه هذا الشيء آه لازم يكون منفصل بشكل مطلق عن جو الاخبار والتقارير وجو البث والعواجل الدائمه مكاتب التحقيقات الموجوده بالوسائل الاعلاميه إلها طبعا نحن عم نحكي بالوسائل الإعلامية الاحترافية أو الإعلامية على مستوى من الكوادر الكبير هون نحن بنشوف إنه في عندنا فعلا ضخ كتير كبير وتركيز عميق للتحقيقات بحيث إنه تشتغل على موضوع يعني الاستقلالية بهذا الجانب في عندنا التحقيق الصوري حنشوف شو يعني تحقيق التسلية والإمتاع تحقيق الخلفيه اول شيء هو هذا التحقيق ان شاء الله يا رب يكون الخط واضح ماله كثير صغير تحقيق الخلفيه بيشتغل على تفسير وشرح وتحليل الاحداث والكشف ايضا عن ابعادها، هذا النوع من التحقيقات بيحتاج لمعالجه شامله لمختلف ابعاد المشكله المطروحه، من امثلته مثلا تسليط الضوء او دراسه اخر مستجدات مشكله الاميه المنتشره في احد المجتمعات او احد الدول او احد القرى او احد المدن اذا نحن هون عم نركز على المشكله قائمه موجوده عندي هي المشكله الاميه هون بدنا نشوف اخر المستجدات نفسر ونحلل اخر الابعاد لهي المشكله القائمه أيضاً في عنا شيء اسمه آه ومن آه من الأمثلة الثانية إذا فينا نحكي في عنا مشكلة النفط والغاز والكهرباء أيضاً هدول من المشاكل كما قلت لكم هن مشاكل موجودة لكن نحن بدنا اخر ابعاد ومستجدات هذا الموضوع. تحقيق التغطيه بيرتبط بالانشطه، شوفوا مثل ما ذكرنا هو بيرتبط بالانشطه اللي بتحدث داخل المؤسسات، الفعاليات والهيئات الرسميه او غير الرسميه مثل ما قلت لكم اللي بتحدث بالدوله، داخل الدوله، خارج الدوله، ربما بمدينه معينه، بقريه معينه، ايا كان نوعيه هذا الفعاليه او النشاط، هون نحن بنشتغل على تحقيق اسمه تحقيق التغطيه، لانه انا بدي تابع هذا آه هذا الحدث اللي حيصير مثلا فريد من نوعه ربما لاول مره او حتى ربما يقام هذا المؤتمر بشكل دوري بشكل سنوي نحن لازم نركز عليه ونقوم بكتابه تحقيق عن هذا الموضوع في بعض الصحفيين وفي بعض الاشخاص ربما يقولوا انه التحقيق اكيد في من وراه مصيبه، يا يعني عم يحقق ب يعني مثل كلمه التحقيق نحن اللي اصلا وارده على اسماعنا انه التحقيق لانه مثلا بيكون في بلاء او في مشكله او في حدث يعني ماساوي ربما وهون عم يتم التحقيق بهذا الامر، لا هذا الشيء لا ينطبق على التحقيقات الصحفيه وان كانت في جزء كبير منها طبعا اكيد بتركز على هدول الجوانب اكيد اللي لهم علاقه بالمشاكل المزعجه سواء كانت ماساه كوارث او ايا كان او جرائم القتل بشكل عام وانما هون في عنا بوابه اكبر، شوفوا هلا مثل فرضا اللي عم نشتغل عليه تحقيق الخلفيه، هو هاي المشكلة بشبه يعني هي المشكله شبه يعني ليس ما بدي اقول يوميه دائمه، هي مشكله دائمه لحد الان للاسف الدول عم تحارب لحتى تحاول تحل هي المشكله امميا ودوليا واقليميا وحتى محليا، وانما ما عم يتم الوصول لحل، لكن نحن عنا انواع من التحق التحقيقات بيقدر هون الشخص المحرر الصحفي يقدر يختار التحقيق الاقرب لنوع القضيه اللي هو عم يناقشها او المطلوب منه اصلا يصيغ ويكتب عنها تحقيق ويبلش بالخطوات بشكل فعلي. هذا تحقيق الخلفيه وتحقيق التغطيه صاروا واضحين عنا، اما بالنسبه للصوره التحقيق الصوري او الصوري بتشوفه بنشوف بهذا التحقيق انه عم تلعب فيه الصوره دور كثير كبير هي عم تكون الماده الاساسيه من مواد بناء التحقيق بهذا التحقيق او آآ آآ بيتكون التحقيق من الصور لانه هي عم تكون معبره عن افكار التحقيق ومحاوره الرئيسيه والفرعيه بتنطبق هون المقوله اللي بتقول كلنا بنعرفها الصوره بألف كلمه من امثلته مثلا تحقيق صوري عن ازدحام السير يعني نحن عم نستشهد بالصور الحية وربما ما بدي أقول مباشرة لأنه نحن غالبا بالمطبوع ما حيكون عندنا صور مباشرة هذا الشيء في المرئي والمسموع والمسموع أيضا إذا ما كانت الإذاعة مرئية فلا ينطبق هذا الشيء عليها فقط التحقيق الصوري إذا كان في عنا صور دائما مثل ما قلت حديثة دائما عم يتم ضخها بشكل كثير كبير على في يعني بنيه وجسم بنيه وجسم التحقيق ايضا في ممكن نرفق هذا التحقيق او نختار تحقيق في حال ما نحكي كنا عن الاسواق والمحال التجاريه الموجوده باي مدينه معينه وبدي اقول ربما العشوائيات خليني احكي مشكلة العشوائيات والمخالفات هي كلها بنعرفها بسوريا قديش في أو وأكيد بكل دول العالم منتشرة لكن بسوريا قديش هذا الأمر يعني اه... يعني على قفة من يشيل للأسف موجود المخالفات البناء العشوائي ال... الأسطح اللي دائما نحن بنلاقيها مو منتظمة مثل ما شفناها هون بإسطنبول شلون الأسطح كلياتها يعني هي المشكلة وقت أنا بدي أحكي عنها ما ما بقصد انه انا طبعا ما احكي يعني ما يكون في عندي نص وانما يكون في ارفاق وزخم اكبر للصور بعكس تحقيق الخلفيه والتغطيه ربما استعين بصوره او صورتين كحد اقصى حركه الأعمار نفس الشيء مثل ما قلنا العشوائيات وايضا العديد من المواضيع اللي بتتحمل تكون مغطاه بهذا التحقيق تحقيق التسليه والامتاع انا بعتقد تحقيق التسليه والامتاع وتحقيق اصلا النقاط خليني اقول المواضيع الفنيه الصوره تكون كادله وتوثيق طبعا هي الصوره هون نحن من عناصر التحقيق يا محاسن بالضبط من عناصر التحقيق انه انت او من واجبات كتابه الصحفي لتحقيق انه يرفق هذا الماده الدسمه اللي حيقدمها للقارئ بادله وحجج وبراهين وشواهد الصورة عم تكون هون هي فعلا بمثابة العمود الأساسي لتحقيق الصورة أصلا العمود الأساسي لكتابة وإبراز الأدلة والشواهد وتوثيقها بشكل حقيقي أخيرا تحقيق التسلية مثل ما كنت عم أقول أنه ربما يعني ما بدي اقول لكم انه هذا الشيء تسليه وامتاع فقط ممكن تشوفوه كمواضيع كوميديه وفنيه، لا في عنا العديد من المواضيع الخفيفه اذا فيني احكي، اللي يعني بتسلط الضوء على مشاكل الناس اليوميه ربما بس بت يعني بتعرضها بطابع اقرب ما يكون للبساطه واقرب ما يكون لجو الغرابه والطرافه، يعني من باب مميز ومختلف في ربما تعتمد على المجاز، ربما تعتمد على المفارقات هدول النقاط في حال كانت ت... وجدت أثناء صياغة الصحفي أه وكتابته لبنية التحقيق تبعه ممكن تكون أه تندرج ضمن تحقيق التسلية والإمتاع طبعا من ضمن الأمثلة اللي ذكروها أساتذة الإعلام لحتى يقربوا للمحرر شو يعني تحقيق التسلية في عنا تحقيق الكلاب السائبة وتحاشي الناس لها في الطرقات ومشاعرهم ومواقف ومواقفهم تجاه هذه الظاهرة نحن كلنا نعرف قديش في أه ما هي مساله الكلاب او حتى مساله ربما الحيوانات المفترسه الشارده اللي بتكون قديش تماما هي عم يعني متعبه بالنسبه ومرهقه ومقلقه بالنسبه للناس ممكن هذا التحقيق في حال تطرقت له ما يكون عم يتناول موضوع التغطيه وما يكون قريب من تحقيق الخلفيه او هلا حتى تحقيق التغطيه اصلا ما بيندرج ضمنها ولا تحقيق الصوره رح يكون ضمن بوابه عريضه اسمها تحقيق التسليه والامتاع ان شاء الله تكون وضحت انواع التحقيقات يلي اجملوها اساتذة الاعلام بهدول النقاط خلونا نشوف العنصر العنصر المهم برايي بمحاضرتنا وهو ما هي اجزاء ومكونات التحقيق اجزاء ومكونات التحقيق مثل مثل اي ماده صحفيه او مثل،, مثل مثل اي ماده اعلاميه اخرى عم تقدم على هالبث او حتى على هال، على الترددات الفضائيه الترددات الاذاعيه وحتى اذا اذا فيني احكي الشيء الموجود على المطبوع والالكتروني واي وايا كان نوع الوسيله الاعلاميه وايضا مثل مثل المواد الاخباريه النوع الاخباري يلي نحن درسنا منه واخذنا منه الخبر والتقرير شو اذا وضحت اكيد وبتصور آه صار فيكم انتم مباشره تقولوا لي اكيد اجزاء التحقيق آه قولا واحدا في عنا مقدمه وجسم وخاتمه وايضا آه لا يقوم التحقيق بلا عنوان وهون شوفوا ركزوا ربما التقرير ما يكون في عندي عنوان عناوين فرعيه لكن بالتحقيق عندي عناوين فرعيه كثيره وعناوين آه توصيفيه للصوره المرفقه يعني موضوع العناوين بالتحقيق جدا مهم ويجب ان يكون العنوان قولا واحدا يعني يعكس المضمون الفقره اللي عم تكون يعني تليه مباشره. داً. التحقيق مثل ما ذكرنا بيتكون من ثلاث اجزاء وهي الاجزاء وهي الخصائص كل جزء يعني بقابل الاجزاء اللي ذكرناهم بالتقرير. المقدمه هي مدخل لموضوع التحقيق وانواعها هي نفس انواع المقدمات في التقرير فضلا عن انه خصائصها هي ايضا نفس خصائص المقدمه وذكرنا آآ آآ انواع المقدمات يلي قلنا في عندنا مقدمه وصفيه، تساؤليه، تلخيصيه، ربما مقدمه اقتباسيه، مقدمه مقدمه حكم، في عندي في بعض الاشخاص ببلشوا بحكمه، ببلشوا ببيت شعر، ببلشوا باقتباس ايه قرانيه ايا كان نوع هذه المقدمات هو متاح ومباح للصحفي اعتمادها كمقدمه ومدخل لتحقيقه اللي حيكون دسم بالمعلومات وين اللي حتكون موجوده اكيد بالجسم جسم التحقيق كل تفاصيل موضوع التحقيق حتكون مدرجه في هذا المكان كل محاور وكل جوانب القضيه او المشكله اللي حيقوم عليها التحقيق مرفقه حتكون بشكل حقيقي وواضح ودقيق ويعني مو بس سلس وانما مثير جذاب اعتماد الصحفي على عنصر الجاذبية بالنقل بين الفقرات بحيث يشد القارئ لأنه ينتقل من تحقيق من فقرة لفقرة لحتى يضل لعند آخر حرف موجود بالتحقيق ويضمن أنه القارئ اه اطلع على كل هاي التفاصيل بشكل, اه بشكل يعني مفصل اه أو بشكل اه يعني سهل طبعا نحن مثل ما قلت لكم انه في عندنا كثير شيء اساسي بجسم التحقيق انه يكون موجود عناوين فرعيه الى جانب العنوان التمهيدي او العنوان الرئيسي. الله يعافي قلبك يا ناد اه يا ندى انا كثير مشتاقة لكم طبعا في كثير من المعلقين يلي عم توصلنا تعليقاتهم بشكل مباشر او بشكل خاص حول هدول المحاضرات نحن بهمنا وهدفنا الاول والاخير من الجمعيه العالميه الأكاديمية العرب وايضا من خلال الدورات اللي حتكون انه نركز على تكون هي المعلومات ليست فقط للصحفي وانما ايضا لاي حدا هاوي واي حدا حابب ينمي شوي ثقافته الاعلاميه بهدول بهذا الجانب بشكل خاص طيب خلونا ننتقل لخاتمة التحقيق خاتمة التحقيق مثل مثل خاتمة التقرير ليش؟ لأنه نحن هون بالخاتمة مطلوب منا نتائج وخلاصة لكن بالتحقيق حيكون في شغل معمق أكثر يعني ما رح يتم والله فقط ربما تلخيص الآراء اللي وردت وإنما هون ممكن يقدر يقدر الصحفي انه يستخلص ويستنبط اقتراحات وتوصيات للقضيه لحل القضيه اللي عم يطرحها يحق للصحفي ذلك وايضا طبعا هذا الشيء بيحق له امتى بس بعد ما يكون استعرض اراء كل الاطراف او اغلب الاطراف المعنيه بهي القضيه وهي المشكله اللي عم بطرحها لا يستطيع الصحفي ان يستنبط او يطلق كل هذه الاستنباطات او حتى التوصيات والاقتراحات بشكل فردي عبثي بدون ما انه يكون معتمد ومستند على تصريحات و ربما اراء وجهات نظر القائمين بالحدث، انتبهوا لهي النقطه كثير منيح يا جماعه آه هون الصحفي مثل ما قلت لكم بيقدر يعطي رايه بكل شفافيه ووضوح لكن مو الراي اللي ما له مدروس وانما الراي اللي آه مبني او اللي قدرت انا اوصله بعد بعد كثير من السماع للاراء سواء كان شهود العيان او حتى المعنيين بالحدث تفضل يا محاسن اذا عندك سؤال تفضل هلا راينا رح نكتبه مو كصحفي كجريد او مجله صحيح هيك. يعني بنهايه التحقيق نحن رح نكتب انه وترى مثلا كذا كذا انه هيك ما رح نكتب ارى انا كمحاسن انه يكون مباشر مو انه مبطن مثل ما كنا نستخدم احيانا بالتقرير انه الاسلوب المبطن اللي بيعكس شوي راي الصحفي آه لا يعني قصدي انه هلا انت عم تقولي انه بصير نقول راينا نحن كاشخاص راينا نحن ولا راي الجريده لا يعني طبعًا. مثلا راي الموقع اللي انا عم بكتب فيه بالضبط راي الموقع راي الموقع اكيد اكيد مو طبعًا. راي الصحفي الشخصي وانما راي المنصه يلي عم يكتب لها تمام المنبر يلي عم يكتب طبعًا. ان شاء الله هيك يا رب تكون تمام طيب خلينا نتابع آه خلونا نتابع يا شباب شو هي مراحل شغل وكتابة تحقيق صحفي على مستوى يعني من الجاذبية مثل ما تلكم والانتشار والاحترافية كل ركز على كلمة احترافية هي الأهم من كل هدول الكلمات الثانية أول مرحلة من مراحل كتابة التحقيق على ما أعتقد أنتوا لازم مباشرة تجاوبوني وتقولوا لي أكيد أكيد بدون أي مناقشة أنه لازم أنا قبل ما أكتب تحقيق سواء أنا اخترت الفكرة بشكل فردي أو أنا اقترحتها على رئيس تحرير أو أصلا رئيس تحرير أو مدير التحرير هو اللي اقترحها وطلب منا أنه نحن نكتب أو نقوم بإنشاء وصياغة تحقيقات حول هذه المشاكل أو حول هذه القضايا إذا اختيار الفكرة ومعرفة الخط العام اللي, اللي حيدور حوله الحديث ومضمون ومحتوى التحقيق هو أول خطوة نصعدها بسلم بي نجاح كتابتنا للتحقيق اذا اول خطوه هي انه لازم نشتغل على اختيار الفكره وقت بتختاروا الفكره شلون بتقدروا تختاروها اذا ما قدرتوا تجاوبوا على ثلاث اسئله الثلاث اسئله هن اول شيء مين هو اللي بيهمه موضوع التحقيق مين هن يلي بيهمن موضوع التحقيق او قضيه يلي عم يناقشها التحقيق او خليني اقول الحادثه تفاصيل هي الحادثه وقت بعرف انا مي... وقت بعرف بعرف الجواب عن هذا السؤال وبحط هدول التفاصيل بحطهم بورقه هيك على جنب بيكون كتير كتير كثير ممتاز وانا عم بشتغل شغل احترافي. اذا انا هون اول شغله لازم اساويها يا شباب هو انه مين هو اللي بيهمه موضوع التحقيق؟ هاد اول آه تماما تماما آه يا محاسم بالضبط مين هو جمهوري اصلا؟ مين هو الشريحه اللي انا بده يتوجه لها التحقيق؟ نحن كلياتنا بنعرف انه في بعض الـ الـ الوسائل الاعلاميه اللي على مستوى من الانتشار مثل الصحف العالميه او حتى الاذاعات وربما التلفزيونات وايضا اكيد المواقع الاخباريه آه بيخافوا منها تخيلوا المسؤولين وحتى رئيس الجمهوريه بيخاف من نوع من انواع التحقيقات اللي بيتم كتابتها لانها مباشره رح تضرب بصميم ربما مصداقيته صميم جماهيرته جماهيريته ايا كان نوع يعني الضربه اذا فيني احكي اللي بده يوجهها لهدول الفئه مثل ما قلنا انه اذا كان اذا كان على مستوى من كشف نقاط الفساد وربما المشاكل القائمه بالدوله او حتى المشاكل القائمه برئاسه مجلس الوزراء او الجمهوريه بحد ايا كان هذا التصنيف على اختلاف تبويباته إذا كان في في هدول هدول الشريحة يعني ربما أنتوا أول شيء رح يخطر على بالكم جمهوري مثلا الجمهور الرياضي أو الجمهور الإنساني أو الجمهور مثل ما قلنا اللي بيهتم بالمواضيع العلمية أو اللي بيهتم بالمواضيع الإنسانية والاجتماعية، لا هون هون بدكم ترفعوا سقف هذا التفكير وتقولوا أنه أنا تحقيقي ممكن يكون عم يشكل نقطة يعني مفصلية بحياة أحد المسؤولين أو بحياة أحد القطاعات المنظمات المؤسسات ليش؟ لأنه هو عم يكون هون عم يسلط الضوء على نقاط معينة غير أنه يكون مثلا فساد ربما حالات اختطاف حالات مثلا تجارة أعضاء بين الأطباء بين الأطباء شوفوا بين مين ما عم نحكي أنه الطبيب نحن كلنا نعرف أنه شو مهمة الطبيب لكن وقت بنحكي عن نوع من هذا التحقيق اللي عم الضوء عن هاي المشكلة المتفاقمة بشكل كتير كبير هون معناتها بدي خاف مين اللي بده يخاف اول شيء؟ آه الاطباء او اللي عم يقوموا بهي الحادثه او هذا هي المشكله. اذا مين هو اللي بيهمه؟ آه موضوع التحقيق هو اول شيء انا لازم افكر فيه. ثاني شيء لازم افكر لماذا يهمه هذا موضوع التحقيق؟ ليش ممكن يهمه لهالفئه من هدول الناس، ليش ممكن يهمهم هذا التحقيق؟ شو السبب؟ شو السبب بانه انا في بعض الاحيان في بعض الاحيان وفي بعض القضايا الشائكه فعلا بنلاقي انه عم تدور على التحقيق من هذا النوع اشخاص معينين بسراج وفتيله بدهم بدهم بس يعرفوا او بدهم صحفي من الصحفيين يكتب لهم عن هذا الموضوع ليش بدهم يكتب لهم؟ لانه عندهم شغف بمعرفه تفاصيل وربما بمعرفه حيثيات الجريمه. خليني اقول جريمة اللي صارت تبع نانسي عجرم وزوجها، اذا بتتذكروها وقديش عملت ضجه وقضيه راي عام تحولت وناس مع وناس ضد وانا بصراحه ما عرفت شو اخر شيء تطورات هي الاحداث اخر شيء يعني اللي صار محاكمه ما محاكمه وقفوا زوجها للهي وانه هن عن جد مظلومين مو هي آه هذا القضيه هي بذات ناس بذات نفسها واخر المستجدات فيما يتعلق بهي القضيه آه فعلا كثير 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 خطره لانه مين بهمه او ليش بهمهم موضوع التحقيق هون في عنا شرائح من اكثر من طرف بهمهم هذا موضوع التحقيق منهم الجني الضحيه بحد ذاتها ومنهم اهالي الجنات يلي هن قاموا بالحدث او هن بذات نفسهم اللي قاموا بالحدث اللي قاموا بجريمه القتل سواء زوجها او هي او غير تفاصيل وايضا الراي العام يلي نحن نحن مثلا ممكن يكون في كثير ناس ناطف قلبه بس تعرف شو اخر ابعاد هذا الموضوع اذا مو بس مين هي شريحتي وإنما هون في هاي الشريحة ليش بده هذا الموضوع لأنه مثل ما قلت لكم وصلت هاي المشكلة لأنه تصير قضية رأي عام بشكل عام بالمجتمع والى مدى يكون اهتمامه بالموضوع هي ايضا بتكمل الفكره الاولانيه وهي بتقول يا ترى قديش ممكن هذا هي الشريحه اللي عم تتابع اول باول مجريات ومستجدات القضيه لاي مدى ممكن يكون مهتمه بالموضوع هي طبعا المقياس هذا سواء كان كثير للغايه قليل هي يعني طبعا غير مهتم ابدا هذا كله لازم نحن ندرسه ونحط له اجابات أه السوريين في لبنان طبعا يا محاسن هذا بحد ذاته أه ماده دسمه لكن ليس فقط عناوين عريضه مثل ما قلت لكم بتحقيقاتكم مثلا خليني اقول العماله للسوريين لا عفوا استاذه هلا أه سوري قاطعتك نعم تفضلي انا آسيا عجرم هي بتهم السوريين بلبنان من ضمن الناس اللي بتهمهم برافو عليك، صح طبعا طبعا اه اذا فكرت كموضوع تحقيق من ضمن الاقتراحات اللي عم تقوليها، لا طبعا اكيد هن فعلا الشريحه هي جدا 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 مهمه وهي مثل ما قلتي رح تكون على امس آه على حرم الجمر عم تنتظر هدول النوعيه من التحقيقات لانه مثل ما قلت لكم في عندنا تحقيقات قضائيه ايه نعم لكن التحقيق الصحفي هو مهمته هون انه هو يروح يستطلع بقى شو آخر شو اخر شيء خليني اقول دهاليز مو دهاليز دهاليز اللي صارت بالمحاكمات ربما بالاستجواب جلسات الاستجواب الصحفي هون شو شطارته تكمن بانه يكون عم يبحث عن هدول التفاصيل كلها لحتى يكون تحقيقه حقيقه على مستوى من المتابعه او حتى القراءه او حتى الاستماع والمشاهده. أه، نشوف الخطوه الثانيه هي ايضا مثل الخطوات مثل خطوات التقرير، هون خطوه الاعداد والتحضير. هي الخطوه ايضا بتقوم بشكل اساسي على فكره جمع الماده، جمع هي الماده هي مادتي الصحفيه اللي بدي اشتغل عليها. أه، فعلا لازم اعرف من وين انا بدي اجيب اصلا هدول الداتا، ومن وين اجيب هدول السورسز يلي هن عم يحكوا عن هالنفس نفس هي الفكره اللي انا بدي ناقشها بجوز تقولوا لي مثل ما قلت لكم مثلا هي القضيه الشائكه اللي صارت شو اخر مستجدات تبع نانسي عجرم وهالتفاصيل اذا كان الصحفي هيك من بعيد لبعيد من فوق لفوق يعني بشويه اتصال هيك يعني اتصالات خليني اقول عامه يعني ما ب... يعني ما بتفوت بعمق القضيه وتفاصيلها وبتعطيني شيء زياده، شيء انا ما سمعته وما قراته، هذا لا يجدر بان يكون تحقيق. التحقيق به... هو انه انت تروح للعمق للعمق تحاول تجيب لك مصادر خاصه فيك. تحاول تجيب يعني معلومات اصلا ما وردت بولا وسائل بولا بي... وسيله اعلاميه. طيب إذا هون أكيد نحن من المواد اللي أنا فيني أجمع فيها أو الـ الـ يعني الـ 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 ربما المصادر اللي ممكن أجيب منها أصلا معلوماتي أول شي في عنا أرشيف المعلومات الخاص بالوسيلة الإعلامية وهذا ذكرنا أكيد وما رح أرجع أحكي فيه دائما كلاتنا بنعرف انتي عندك يا محاسن بالموقع عندكم بتقولي ستورج الموجود بمكان معين على اللي بيقدر بيخلي الصحفيين كلهم يكونوا عندهم امكانيه الدخول والاكسس لهي المعلومات. هذا الارشيف جدا مهم لحتى يقدر الصحفي ربما يستطلع مثل ما قلت لكم ماده سابقه عن هذا الموضوع، ربما لا تكون تحقيق، قد تكون خبرا، قد تكون تقرير، خلونا نشوف صحيفتي او وسيلتي او حتى الموقع الاخباري شلون تناول هاي آه القضيه؟ شو كان لمين منحاز لانه اكيد بتغطيته للتقارير آه بده يظهر ما هو الاجنده لهي الوسيله الاعلاميه وشو هو التوجه اللي هي حابه تبرزه اكثر بالتقارير او حتى بالانواع الثانيه من المواد الاخباريه والاعلاميه. في المكتبه اكيد والارشيف الشخصي الانترنت مثل ما قلنا حدث ولا حرج هذا هو صار مصدر اساسي واللقاءات اللي حتكون مع الاشخاص هذا اللي برجع لكم برجع بالكم يا إيه نعم ممكن تقولوا لي انه الصحفي هلا صار بهذا الزمن يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي او حتى على الموبايلات وياخذ تصريح كامل من احد المعنيين بهي القضيه لكن الاقوى دائما بانه نحن نكون باتصال حقيقي ويعني مقابله حقيقيه مع هذا الشخص يلي انا رح اخذ منه تصريح اخذ منه يعني اخذ منه ربما وجهه نظر معينه عم توضح هي الحادثه بشكل حقيقي اذا هي اللقاءات هي ايضا من ضمن ال آه النقاط اللي نحن بنقدر نقوم فيها في احد اللقاءات ايضا اذا كان الصحفي اكيد بده يروح يصور ممكن يتم تصوير لقطه الصحفي هو كيف قاعد مع الضيف اللي هو آه ربما ام الشخص المتوفى او هذا اللي قتلوه آه جماعه آه زوجه نانسي ممكن آه انا اذا كنت على مستوى وقدرت اوصل لهي الشخصيه خلي المصور يصورنا لقطه اذا كان احنا عم نحكي عن المطبوع والالكتروني وارفقها من ضمن الصور اللي لازم تكون موجوده بالتحقيق تبعي هذا عامل قوه وعامل بي بياكد اكثر واكثر وبزيد من يعني احترافيه الصحفي ما بعرف محاسن اذا هي الرايس قديمه وجديدة اذا في عندك اي استفسار تفضلي هلا عن جد من ضمن الشغلات اللي كمان هون ما كتير استسغتها بتركيا كل شيء بصير على الموبايل يعني انا لحد قبل ما اجي على تركيا يعني من سنتين ونص تقريبا اجيت كنت انا انزل اعمل تحقيق كامل على ارض الواقع قابل ناس ونعمل مواعيد وروح على اماكنهم هون حسيت الصحافه ما لها نكهه انا على الموبايل بشتغل تحقيق كامل وبيبعثوا لي صورهم وفي مقطع من البيت واشتغله فبصراحة ما كتير حبيت هاي القصة ما عاد في طعمة لهذا الشغف تبع الصحافة اللي أنا اشتغلت فيه سبع سنين هنيك كنت انزل بالسيارة ومن مكان لمكان وأعمل مواعيد ومقابلات وصور وسجل حتى كنت على الجهاز سجل واجي فرغ بالبيت فيعني هي كمان ضمن الشغلات اللي حبيت احكيها اللي فقدتها هون موضوع الصحافة السورية والله انا معك مية بالمية فعلا 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 يعني والله يا محاسن واكيد أنس والشباب اللي عم يحضرونا فعلا نحن هون كل شيء صار بدنا اياه جاهز الجاهز ما عاد بدنا نتعب حالنا ربما ما بدنا نستنزف طاقاتنا اكثر من هيك بجوز في بعض الاحيان بيقول لك انه انا بدي ربما يكون انت مضغوط بعامل الوقت هذا الشيء قد يكون مبرر، لكن مو لدرجه انه انا كل الاطراف اللي بدي اعمل معهم مثل ما ذكرنا انه نحن في عندنا عدد كبير هون بالتحقيق من شواهد وادله، وقائع، حجج، اقتباسات، اراء، تصريحات، في عندي عدد كبير من من الكلام، فانا تخيل والله اخذ راي المحقق وراي مثلا الطبيب وراي وراي امه للفقيد وكله كله انا قاعده على ورا المكتب، يعني هلا هو في بعض الاحيان قد يكون مبرر بس برجع بقول لك يعني اكيد ما لو بهذا ال... اللي بتحسي انه عن جد انت كتبتي تحقيق وانجزتي من عرق جبينك وتعبتي فيه وهيك يعني ابدعتي فيه لانه انت فعلا كنتي بالتفاصيل اصلا لغه الجسد اللي حتكون بالنسبه للشخص المقابل لك هي رح تعطيكي هي اللغه الجسد فيك تكتبيها انت و... انت وعم تحرري مباشره بتقدري تحطي هي التفاصيل بلمسه بلمسه ابداعيه وببصمه لك خاصه تميزك عن غيرك من الصحفيين الاستقصائيين او اللي بيشتغلوا بالضبط انه انا حس أو... اني انا حس في انا لما رحت شفت ام اللي عمل الجريمه او انه ام الم... القتيل او اني يعني فانا أوه. حسيت فيها فانا بدي اكتب انا شو حسيت ما بدي اعتمد بس على كلامها يمكن هي ما تعرف تحكي يمكن في ناس ما بيعرفوا يصفوا عبارات كثير منيحه يمكن حكي كله يطلع ملخبط فانا بدي اخذ الفحوى الحكي تبعه على إحساسي يدمجهم طالع منهم التحقيق انا هيك بعرف اشتغل اما هون يعني حتى من يومين عملت ماده للموقع اللي عم اشتغل فيه حاليا اللي عم بعمل معه هو كان ناجح سوري طالع من الاوائل هون بتركيا بمجال معين فقال لي خلص قال لي انا بكتب لك كامل وخذيه بس عدلي عليه املائيا فانا صفنت هيك طيب انا شو صفت وظيفتي كصحفية؟ يعني هو قال لي انا بعرف شاطر بالكتابة فراح اكتب لك كتاب وحط صوري وانت بعتيه فما بعرف يعني ما عاد في شعر. هذا تماما رح زيدك من الشعر بيت، هلا شوفي هذا وصلان لدرجة من الاحترافية انه يعني خلص بيقدر بيقدم لك اياها بشكل كثير يعني قابل مكمل، هلا كان في بعض الاحيان للاسف كمان فعلا هي شيء من, من من ضوء او من صميم التجربة يعني كنا نحن مثلا نشتغل بالراديو وقت بالعمل مثلا الاذاعي كان يكون في عنا بس مباشر دائما لاحد البرامج الصباحيه والتغطيات لمواضيع معينه فيكون عنا دائما ضيوف استعانه بضيوف سواء كان من مجال الصحه من مجال الاقتصادي مجال الانساني مجال التعليمي ودائما نكون ابديت فنتواصل مع عدد من الاشخاص المراسلين منتشرين بمكانات معينه وتخيلي يعني احد المراسلين بدون ذكر اسماء موجود كان بدوله من الدول أه مثلا قال له شو في عندك احداث صاير بهي المنطقه نحن هي عم بقول لكم هي الفقره هي ليست تحقيق وانما هون نحن عم نحكي عن حوار او حديث أه بيني كصحفيه وكمقدمه برنامج وبين المراسل اللي لازم يكون موجود بمنطقه معينه داخل الحدث فاذا شو بيصير بي لي المراسل بيقول لي والله نحن عندنا مثلا موضوع الفلاني اثنين ثلاثه يعني ثلاث اربع مواضيع بتطرح لي اياها بيقول لي انا برايي خلينا نبلش بهذا الموضوع لانه هو كثير ضاجج مثلا بالمنطقه اللي نحن فيها طيب نحن بنقول له نحن من جهتنا لانه بعثنا له طيب ماشي طالما هو ضاجج اوكي هي اول مره كمان مثل ما قلتي هي شو لانه ما في عنا يعني في مبرر ربما انه ما في عنا قدره انه ننزل للميدان ونشوف عن جد هذا الشيء موجود أه بلا توصيرة آخر شيء صار هو الصحفي صار يحدد الموضوع أو اللي ما يسمى هو بيطلق على حاله صحفي هو مراسل أه صار يحدد الموضوع ويحدد لي أنا الأسئلة كصحفية لازم أطرحها بالنسبة له هو لازم يكون في عنده أسئلة يعني في في خمس ست أسئلة اللي إحنا الوقت تقريبا كان معنا ربع ساعة لكل مراسل فالصحفي إنه بيحدد لي هو الأسئلة هذا المراسل قصدي بيحدد لي الأسئلة وبيكتب لي أيضا الإجابات بحيث شو انه انا يعني فكروا انه انا وقت تكون عم بتحاور انا وياه انه خلص هو انا لازم اسال سؤال تاني بعد ما يخلص هالفكره يعني مثلا كتب لي فهو فعلا لازم انا اسال سؤال تاني هون اوعي أوعيك تعملي مداخلات يعني اوعيك انت بس تفكري انه تعطيني هيك شوي انه تسالي هيك سؤال ما تفاجئي في سؤال ما يعرف جوابه للاسف 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 يا محاسن وانا وصلنا لهي المرحله وهون فعلا ماتت ماتت شيء اسمه صحفي انت هون مجرد ناقل سواء كنت يلي قاعد بالراديو قفل المايك او يلي قاعد بمكان الحدث هو مجرد ناقل وما عم يقدر ينقل روحه وينقل شيء ينقل شيء من شغله حقيقه للاسف انه وصلنا له فما بالك بالطامه الكبرى مثل ما قلتي يا يعني محاسن وقت تحقيق والتحقيق هو زبده كل شيء انت بتشتغليه بانسانيه له هيك يعني له كثير كثير روح وخصوصيه فعلا كان الله في عوننا هي كثرة الوسائل الإعلامية هيك بتعمل كثرة ال التمويل اللي عم يصير وهيك عم يتكبكب هون وهون للأسف للأسف أنا بدي أقولها هي على العلم إنه في تمويل بيجيك بيقول يلا تعال نساوي موقع بنساوي هذا الموقع بعد فترة يا بيوقف التمويل الصحفيين بيتشردوا أصلا الصحفيين هن ما أخذوا كورسات ما فيه الكفاية لحتى يفهموا شو سياسة وأجندة ال ال الموقع اللي عم يشتغلوا فيه كل هاي المشاكل هاي كلياتها من افرازات ال ما بعد الثوره والتشتت بالنسبه ل هون ما في عندنا شيء اعلامي واضح ما في عندنا منصه اعلاميه ما في عندنا نقابه اعلاميه تكون عم تحضن كل هدول الصحفيين او حتى الناشطين اذا بدي احكي ببوتقه واحده وهذا هو اكبر ضرر صراحه وضر كثير بالاعلام خلونا نرجع لموضوعنا مشان ما نشط كثير صارت تقريبا ستة ونص نحن معنا ساعة لسه الصياغة مثل ما قلنا صياغة التحقيق هي شكرا على فكرة محاسن على هاي المداخلة حبينا نغير جو وانبسطنا فيها ونشطنا شوي فتحت لنا جروحاتنا صراحة كمان بس يعني الحمد لله على كل حال الصياغة هي هون نشتغل بانه فعلا نحن كصحفيين عم نشتغل على موضوع الاستقصاء او التحقيق لازم نعرف مثل ما قلنا شو الفكرة الأساسية من تحقيقي الزوايا والمحاور يلي بدي يشتغل عليها بشكل مفصل إذا كان بالتقرير هذا لازم تشتغله طاء طاء فأنت بالتحقيق لازم تشتغل هي 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 فكرة بالذات 100 طاء ليش؟ لأنه أنت إذا ما حددت الفكرة ولا حددت محاورك الأساسية معناتها على التحقيق السلام تمام؟ أه نرجع نكمل شوي ونشوف شو أه لازم نشوف بصياغه تحقيقنا ل بشكل بشكل واضح، عنا في مسجل قلنا اول فكره تحديد الفكره الرئيسيه للتحقيق، ثاني شيء بدنا نفرغ هي المعلومات ونبلش نفصفصها هيك فصفصه ونشوف شو في عندي أه أه يعني نقاط بتغني الفكره الاساسيه والمحاور اللي انا حددتها على جنب يعني مثل ما قلت لكم اذا انا بدي استطلع راي القضيه، راي الجاني وبدي استطلع راي المحققين وبدي استطلع راي الاطباء الطبيب الشرعي، بدي استطلع هدول الاراء انا هيك شوفوا قسمتهم بمحاور محاور مو بس بكفي هذا الشيء لا لازم اقول اذا هي مثلا الجاني او مثلا المحقق، شلون بدي احصل على تصريح للمحقق؟ بدي احط بين قوسين انه مثلا انا لازم اروح على المخفر الفلاني او دور على رقم تليفون الفلان الفلاني الموجود بمخفر اللي كان عم يتم في عمليه التحقيق بلبنان أه، اذا كان هذا الشيء بيطلب مني انا اتواصل مع شخصيات لبنانيه لحتى يعطوني رقم الهاتف ربما كثير يصدوك كثير كثير ممكن تنصد وتنرد وما حدا يستعبرك لكن هون احترافيه واخلاص الصحفي وحماسه عن جد حماسه بكتابه تحقيق معتبر اذا فينا نحكي بين قوسين بده يضل يحاول ويدق اكثر من باب بنفس الوقت اذا تفريغ المعلومات هالمحاور تفريغ المحاور ب بقى كل كل محور شو لازم يكون يا مين الشخصيات اللي بدي استضيفهم هون مين الاقتباسات اللي ممكن اقتبسهم هون ممكن ارجع لاحصائيات قديمه انتبهوا هون موضوع الاحصائيات والدراسات كثير كمان مهم كثير مهم ربما اذا بدنا نحكي عن هاي الموضوع الحادثه اللي صارت حادثه القتل لهذا السوري ربما أرجع بأحد الأحصائيات اللي نذكرت بالمراكز السورية المعنية بالقضايا بالشخص خلينا نقول المدنيين السوريين موجودين بلبنان وممكن أرجع أيضاً للمراكز اللبنانية اللي مهتمة بأمور اللاجئين أو النازحين حسب ما بيسموهم السوريين بلبنان وشوف وقارن يباح الي بهذا الموضوع انه حط هذا الموضوع طبعا انا ما عم اقول انه عن اعداد السوريين عن اعدادهم بالذات لازم احكي عن نقطه انه الحالات القتل حالات الاعتراض للسوريين ظلما وعدوانا من قبل عنصريه احد اللبنانيين او التحريض والكراهيه اللي اللي عم تكون موجوده وخطابها هذا دائما المستمر اذا هي فرغت بقى المعلومات بشكل هيك السليس عملت مثل شجره بلشت من اللي كبير للصغير للمعلومات الفرعيه بس هي الشجره رح تنزل وتشتغل او هون عم يقولوا لك مثل قالب الهرم المعتدل وهو فعلا الهرم المعتدل بيشبه الشجره لانه ممكن بلش هيك بشكل متوازن يعني يطلع عندي اقل اهميه اكثر اهميه اقل اهميه اكثر اهميه حسب ترتيب بيرجع للصحفي بحد ذاته طبعا انا هون ما رح اتعمق اكثر بمراحل عمل التحقيق لانه تشبه ليس إلى حد ما وتشبه 100% مراحل كتابة التقرير وأيضا هون بينصحوا أساتذة الإعلام فعلا أنه الواحد يقوم بجسم بكتابة جسم التحقيق وثم كتابة الخاتمة انتبهوا هون بينصحونا بكتابة جسم التحقيق ومن ثم كتابة الخاتمة طبعا هذا الشيء أنا ما, ب... أنا ما, ب... ما فيني لكم منزل كلام منزل وانما هو يعني بيرجع لكل صحفي كيف ممكن يدرب حاله على صياغه وكيفيه كتابه التحقيق عم يقول انس باحد باحد الشات بالمسجات اللي عم تصلنا عم يقول تحقيق الصحفي هو من اخطر الاعمال الصحفيه التي يعمل بها الصحفي وخاصه اذا كان تحقيق متعلق بامور عسكريه او جريمه ما. نعم صدقت يا صديقي انس قولا واحدا فعلا قديش في عنا أعداد كتير كبيرة من الصحفيين يلي لحد الآن بغياهة بالسجون او بالاعتقال برسم الاعتقال برسم التحقيق وهن بسبب ماده نشروها طبعا معنيه بالامور الاستقصائيه والتحقيق لانه كشفوا فيها المستور كشفوا فيها عن حالات فساد كشفوا فيها ربما عن انتهاكات اي شيء قام فيها احد الجهات او احد المنظمات او ايا كان المسؤول وفعلا هو يعرض حياه الصحفي للخطر لذلك نحن ما بنقول انه بس الصحفي انه يكون شاطر بالحصول على المصدر الخاص اللي بيميزه عن غيره بتعرفوها ي... ي... كلمه حصري كلمه حصري حصريا هي اللي بيقولوا لك حصريا دائما بالاذاعات حصريا حصريا على كذا هون فعلا الصحفي وقت بيوصل لمرحله انه ال... انه عم ياخذ معلومات حصريه له فقط لصحيفته فقط فهو هون قد يكون يعرضه مثل ما قلت لكم للمساءله قد يعرضه للخطوره قد يعرضه ايضا لانه كشف شيء مثل ما قلت لكم ماله نظيف فرح يكون في مشاكل كثير كبيره على حياته 100% اكيد كمان يا انس انه مناطق النزاعات والحروب والثورات مثل ما صار عندنا بسوريا فعلا تماما هذا الموضوع يعني ما اكتره يعني في يقول ما اكتره وقديش كثير عندنا بمساله انه كتابه وتعريض الصحفي اثناء كتابته للتحقيقات للمخاطر وبسبب للاسف غياب مثل ما قلت لكم هي نفس الفكره انه غياب بوتقه بتغطي كل الاعلاميين وبتضمن حمايه وحقوق والدفاع عن حقوق الصحفيين او حتى عن المساءله اللي ممكن يتعرضوا لها هاد كتير شي صعب هلا هون شوفوا بالدول الاجنبيه وربما يمكن ان انت عندك كان محاسن بـ بـ بالخليج كنت عم تشتغلي ربما تشوفي فعلا في عنا هيك مثل جهه حاضنه هي الجهه في بعض الاحيان قد تكون هي نفسها ضدك لانه انت مثلا قد تتعرضي للتشويه سمعه يعني مو تشويه بمعنى انه انت مستقصده تشويه سمعته وانما مثل ما قلت لك عم تشوفوا شيء غلط قام فيه هذا الشخص فبالتالي بعض الاشخاص يفكروا انه نحن عم نشوه بسمعته لكن نحن وقت بنشتغل على هذا الموضوع اذا ما كان في عندنا حاضنه هي الحاضنه متبنيه تماما وهدف الاول والاخير والاساسي هي انه تحمي الصحفيين اللي موجودين فيها آه يعني للاسف ما بتحسي انه في اعلام آه على المستوى من الاحترافيه او على مستوى من خليني اقول الخصوصيه اللي بت بت يعني بت يعني بتحملها الكلمه من معنى آه ما نطول كثير المقدمه العنوان ايضا صار في عندنا اذا الجسم الخاتمه المقدمه هون بنقدر بالمقدمه أه نستخدم اي نوع من انواع المقدمات يلي ذكرنا وقلنا انه هي كتير بتتشابه الى حد الى حد كثير كبير مع مقدمات التقرير ايضا نكتب العنوان بنكتب العنوان العنوان لازم يكون مراعي اكيد للفكرة الرئيسيه ومحاورها سواء كان أه ربما هو العنوان عم يبلش بالخاتمه بالشيء اللي ختمت فيه بالاقتراحات يلي قدمتها بالتوصيات اللي قدمتها الجهة معينه اذا بهي الفكره بالعنوان لازم حاول قدر المستطاع، عم بحكي يعني عن العنوان الرئيسي مو بالعناوين الفرعيه، العنوان الرئيسي ممكن انا احط فيه فكره التحقيق اللي انا قائمه عليه العامه طبعا باسلوب شيق وربما ايضا حط شيء من النتائج او حط شيء من التساؤلات شيء من الاستغراب عن هذا الموضوع وما الى ذلك. يعني طبعا باسلوب لانه نحن شفنا قديش في عندنا انواع كثير كبيره للعناوين. أه صوره مثل ما قلت لكم صوره التحقيق يجب ان تكون مناسبه ومعبره عن موضوع التحقيق يلي نحن عم نطرح انه الموضوع او عم نناقش فيه تفاصيل وحيثيات هذا الموضوع. خلونا نشوف بس المسج اللي بعدها آه انس، انس عم يقول مثل ما حصل بجريمه طعن للرسامه هديل اسماعيل العامله بالمركز الصحفي السوري، اذا اردنا ان نعمل على التحقيق لهذه الجريمه حتما سيشكل خطرا على معد التحقيق، طيب رجع برجع بقول لك آه يا انس هو ليس خطر، لا يجب ان يكون خطر تناول هذه المواضيع. لا يجب ان يكون بالعكس هو مساعده حتى مثل ما قلت لكم الجهات القضائيه اللي عم تقوم بالتحقيق او حتى الجهات اللي يعني مسؤوله عن هذا المو... مو مسؤوله مسؤوله عن كشف حيثيات هذا الموضوع وانما هون بسبب لانه ما في عندنا حاضنه عندنا تشرذم كثير كبير عندنا تفتت وتشتت عندنا بس يعني الشاطر اللي بده يضمن انه هو عم يكتب ماده ما تضر احد الاطراف لحتى ما تعرضه للخطر ومثل ما قلنا للضرر وخسران حياته فعلا يا انا هذا الموضوع ليس بالسهل هدف الصحفي او يعني جودة الصحفي الاستقصائي هو تناول هكذا مواضيع المحاولة بكشف الحقائق وتغطية ويعني خليني أقول أه يعني ما بدي اقول القاء اللوم وانما يعني أه الحاق يعني خليني اقول تسليط الضوء على هدول الناس اللي قاموا بهي الجريمه تماما فما في طالما ما في عندنا مراكز ما في عندنا حواضن ما في عندنا نقابات تحمي الصحفي لذلك هذا الشيء بخلي دائما الصحفي يضرب فرام ويتراجع عن كتابته للتحقيق محاسن أه ما بعرف يمكن الاشاره جديده اذا حابه تحكي جديدة هلا أنا آسفة إذا اليوم كان عندي كثير مداخلات بالعكس نحن مستمتعين محاسن عم بسمعك بس ما بعرف إيش راح الصوت ما عم تسمعينا ما بعرف إيه راح من عندي إذا بتقدري تكتبي محاسن لأنه أنا ما عم بسمعك أبداً ما بعرف إذا أنس أنت عم تسمع بس أنا ما عم بسمع والله إطلاقاً آه صوتك يا محاسن على كل الاحوال آه ما بعرف تفضلي آه محاسن لسه في عندك امكانيه تحكي لحد الان ما عم يطلع صوتك يا محاسن غريب طيب نحن مشان آه نحاول نكسب وقت اكثر رح نمشي شوي محاسن ونكرج شوي اكثر آه بحاول اكتبي لي الفكره اللي آه ما, ما عم يطلع الصوت ما بعرف ليه أنتو صوتي عم تسمعوه؟ عم تسمعوا الصوت. ممتاز،, ممتاز. اه سامعين بعض كمان طيب انا ما بعرف مركزها لانه عم طيب ما بعرف مركزها لانه عم السماعه رح اجرب ضل حاططها بدون ما طيب خلينا محاسن هلا شوي نشتغل على موضوع كتابه التحقيق، القالب المناسب لكتابه التحقيق ومن بعدها مباشرة ننتقل لبركي من نقدر ناخد المداخلة طيب قال كتابة التحقيق أول شيء عملوا لنا أنه من, من أهم الخطوات التي يجب أن يكون شكل كتابة التحقيق أو بنية التحقيق هو عرض زوايا رئيسية بالموضوع عدم تشتيت انتباه القارئ أو المتابع أو المشاهد يعني أنا عندي مثل ما قلت لكم محاور رئيسية مبوبة في العناوين الفرعية الموجودة عندي حتى تقدر أه حتى يقدر المستمع او المشاهد انه يميز انه نحن انتقلنا لفكره ربما متابعه للفكره اللي كنا عم كنت عم بحكي فيها ربما مدعمه ربما أه علاقه بخلفيات الحدث وما الى ذلك طيب خلونا نشوف عم يقول كمان أه لازم نلخص بشكل سريع للموضوع اذا هو قالب اخر يعني كمان يا أنا بعطي زوايا الحدث أو زوايا الموضوع اللي عم بحكي فيه تفصيل كتير كبير وهذا قالب من كتابة التحقيق أو ممكن اعتمد طريقة التلخيص للموضوع والمشكلة ومن ثم الدخول بمستجدات الأخيرة اللي صارت، ربما نطرح أسئلة وأسئلة حول الموضوع أو المشكلة يعني اعتمد اعتمد البداية بطرح أسئلة عن هذا الموضوع وربما اعرض مثل ما قلنا في في عنا نقطتين يا يعني كل الزوايا بشكل كل زوايا الحدث بتحقيقنا وربما آخذ زوايا معينة اللي حتى اقدر اتعمق فيها وفصل فيها اكثر. ايضا لازم يكون التحقيق من شروط كتابه التحقيق انه يجاوب على كل الاسئله يلي حاولت بالبدايه انا اطرحها بذهني وفكر فيها بذهني بشكل واضح ودقيق وصريح بدون اي التباسات. اخيرا لازم يكون في عندي خلاصه للنتائج اللي انتهى اليها التحقيق مثل ما قلنا ربما اقول وجيب جيب الـ 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 يعني تجميع للاراء كلها يلي انحكت بمتن التحقيق ربما انا استخلص رايي بشكل بشكل منفرد طبعا هذا الراي اللي بستخلصه مثل ما مثل ما قالت محاسن انه لازم هون احكي فيه انه تابع ل تابع يعني للجهة أو الوسيلة اللي أنا عم بشتغل فيها طيب خلونا نقول أيضا مثل ما قلنا رئيس شفتوا هاي الفكرة اللي كرئيس صحفي بالموضوع لازم يكون واضح وموجود بجدارة في تحقيق في التحقيق الصحفي الأسس العشرة للكتابة الإعلامية لكل وسيلة إعلامية لكل عفوا مو لكل لكل مادة إعلامية نحن حنكتبها هي خدوها وحطوها حلق بأدانكن وبالنسبة لأناس لازم تحطها شلون بدي لك تاج على راسك. هدول النقص أول شي لازم حاولوا قدر المستطاع إنه تكون جملنا جملنا اللي يعني نحن عم نكتبها قصيرة ومركزة. طبعاً بتقولوا لي في بعض الأحيان في بعض الأحيان أنا صادفت هذا الشيء إنه بالعكس مدير رئيس قسم الأخبار أو مدير التحرير بيحب الجمل الطويلة. ما بحب انه الجمل هيك تكون قصيره مقطعه هيك تقطيع انا ما عم اقول لكم انه تكون قصر الجمله يعني يا دوب ثلاث اربع كلمات وانما تكون كافيه ومركزه وتكون بسيطة قدر المستطاع أكثر مما تكون مركبة وبتنقلني من فكرة لفكرة بدون ما أفهم شو عن شو عم يحكي هذا الصحفي إذا حاولوا قدر المستطاع بالجمل أنه تكون جملنا قصيرة وبسيطة اكثر مما تكون مركبه يعني بتتحمل انه تنتقل من مكان آه يعني النقلات يعني انه متابعه كل جمله متابعه ل آه آه يعني الجمله ما ما عطت شيء يعني مو ما ما بقصد انه متابعه اكيد الجمله <applause> حتكون متابعة بشكل أو بآخر للي بعدها لكن تكون الجملة إذا أنا أمتى مثل ما هي بقدر أفهم شيء على القليلة بقدر أفهم الأساسيات ربما ما أفهم ما أفهم كل القضية ولا أفهم كل الحدث ولكن قدر المستطاع ان يكون الموضوع بسيط ومركز وقصير وغير ما واكثر يكو ما يكون مركب. عملكم تحاولوا استخدموا الكلمات المالوفه وحاولوا استبعدوا الكلمات الغريبه الا للضروره. للاسف في بعض الصحفيين بيتشاطروا بيقول انه انا كل ما استخدمت هاي الكلمه يلي مو مسموعه ويلي مو مطروقه او يلي كثير إلها طابع بلاغي وادبي وربما هي لو كانت بدورهم موجوده آه ربما تقلنا انه ايه فعلا يعني نحن ك يعني كاتبه او روائيه او احد الاشخاص اللي بده يصير صحفي او يلي حابب يفتح يفتح على حاله هذا المجال ربما يقول انه عم يحس حاله انه عم يكتب هدول الكلمات اللي فيها بلاغه اللي فيها وصف او خليني اقول ادب ومجاز اكثر من انه يكون كلمات مالوفه وبسيطه حاولوا قدر المستطاع تجنبوا هذا النوع لانه نحن اللغه الاعلاميه تختلف كل البعد عن اللغه الادبيه واللغه الروائيه او حتى اللغه القصصيه هلا شوف بس المسج مثل بيد ان كنت كتير استخدمها وبطلت ها حلو حلو هلا بيد ان فعلا غير مستخدمه يعني ما لك مو مستخدمه ابدا وانما كتير كتير بحذر بيتم استخدامها وايضا بندره يكاد يكون الموضوع نادرا ويعتمد ايضا بشكل او باخر على البيده انها بتحسي هي اقرب للموضوع القصصي للموضوع السردي للموضوع الروائي اذا فيني اقول اكثر ما يكون لغه اعلاميه. طيب عم يقولوا كمان يجب تجنب تحاشي الكلمات الزائدة أكيد وغير المهمة غير المؤثرة هاي نقطة إذا بتضلوا هيك حاطين ببالكم هالكلمات الغير مهمة غير مؤثرة غير أو الزائدة تكونوا وأنتم عم تكتبوا اذا طبقتوها بتكونوا ضمنتوا شغلكم يعني الـ يعني المؤثر والجذاب استخدام مبني المعلوم والتوسع في استخدام الافعال طبعا مثل ما قلنا لكم نحن حسب نوع الوسيله هذا الشيء في بعض الوسائل لا يعني غير محبس استخدام فيها المبني المجهول نوعيه الوسيله ايضا يعني بقصد الا بعض الاخبار يعني مثلا قتل واستشهد ودول الكلمات اللي فيها مبني المجهول يلي انت ضروري اصلا يعني تكون تستخدمي الفعل بشكل المبني المجهول ليش لانه الحدث صار وانتهى واصلا مو معروف من اللي قام بالفعل استخدام المبني للمعلوم هو الاجدر والافضل والاقوى بصياغتنا الاعلاميه بيقولوا لكم اكتب كما لو كنت تتحدث الابتعاد عن اللغه الرسميه واعتماد الصياغ السهله هي نفس الفكره اللي كنا عم نحكي عليها يا محاسن الصياغ السهله جدا امر ضروري إذا قررت الاستخدام المصطلحات والألفاظ الغريبة والصعبة يجب عليك شرحها مثل ما ذكرنا مرة في بعض الكلمات الأجنبية تطلب منا سواء كان بأي لغة من اللغات العالمية تطلب منا نحط بين قوسين أو حتى نكتبها بشكل باللغة العربية بشكل مبسط لحتى يقدر سواء كان شرحها أو طريقة لفظها أصلا يعني بعض الوسائل بتقوم بهذا الشيء حسب ما يتطلب الموضوع اللي عم نحكي عنه أخيرا استخدام الأمثلة الواقعية تقريب الأفكار إذا لزم طبعا إحنا بالخبر والتقرير هذا الشيء ما مضطرين نستخدم أمثلة لإنه نحنا نوع, نوع مادتنا أصلا هي إخبارية ليس يعني لسنا بحاجه للاستشهاد بأفكار، باراء او حتى تصريحات لاشخاص الا يعني بما يصب بصميم الخبر اللي انا عم بحكي عنه والحادثه اللي عم بحكي عنها اما بالتحقيق ربما جيب حوادث سابقه صارت تصريحات لاشخاص قاموا بنفس هذا الفعل لكن بسنوات ماضيه وما الى ذلك استخدام التنويع يجب استخدام التنويع الى اقصى حد ممكن، طيب شو يعني المقصود بالتنويع؟ يعني مثل ما قلنا وأضاف بيرجع بعد شوي وأضاف أو مضيفا أو يجدر الإشارة أو جدير بالذكر أو مثلا يبين أو شدد، بين، وضح، صرح، إذا التنويع استخدام تبديل بالكلمات حسب مثل ما قلنا هو اصلا يعني الحدث نوعية الماده الاعلاميه اللي انا عم بكتبها. اخيرا هون عم بيقولوا انه يجب ان تكون الكتابه تعبيريه وليست تاثيريه، هي نفس التاثيريه اللي كنت عم نحكي عنها يمكن بتصور باول محاضره انه نحاول نكون بعاد عن الجانب البلاغي والادبي ونحو ونكون مستخدمين لغتنا الاعلاميه التعبيريه البسيطه. اخيرا خلونا نبلش شوي نسلط الضوء على بعض الفروقات بين التقرير الصحفي هي لانه نحن ختمنا التحقيق حدا عنده اي سؤال قبل ما نشتغل بما بهدول الفروق ونحكيهم بشكل سريع طيب اذا ما حدا عنده سؤال خلونا نشوف الفرق بين التقرير الصحفي والخبر التقرير الصحفي والخبر الخبر اخذناه هذاك اول جلسه والثانيه التقرير الصحفي اخذناه بالجلسه الرابعه رح نعمل هيك شويه ملخص عنهم لحتى نشوف الفرق بين الخبر والتحقيق او الخبر والتقرير والتحقيق. الخبر بيحاول الاجابه على الاسئله السته من ماذا متى اين كيف لماذا بينما التقرير لا يلتزم بالاجابه عليها لا يلتزم بمعنى انه ما لازم يعني مو انه ما لازم يلتزم لا ممكن ممكن احنا يسلط الضوء على كل هالاجابات لكن الافضل والافضل ودائما ركزوا انه التقرير كل ما اخذ عنصر من هالعناصر وبلش يحكي فيها ويفصل عنا معلومات هذا بيكون الشغل التمام التمام يلي حكيناه بالجلسة الماضية إذا ركز عادة على الإجابة عن أحد الأسئلة أو أحد هذه العناصر وغالبا ما تكون لماذا لماذا حدثت هذه الحادثة أو آه، لماذا وقع هذا الفعل طيب خلونا نشوف من أهم مقومات الخبر الجدة وسرعة النشر بينما التقرير فهناك بعض الأنواع منه لا تستلزم السرعة مثل التقرير التحليلي التحليل الإخباري. طبعاً التحليل الإخباري هو اللي بيندرج يا أنس. تذكر وقت كنت عم تعرضلي أنواع التقارير وقلت إنه في عندي تقرير إخباري. او تحليلي او هيك شيء حسب ما بتذكر بالمقدمه هو اللي قلت بيعتمد على التحليل والشرح والتفسير هذا هو التقرير التحليلي اللي نحن بنسميه ب احيانا نحن بنفصله ونعتمده كنوع من انواع الانواع الاخباريه واذا بتتذكروا نحن عرضناه وانا كنت عرضت لكم اياه بالمقدمه انه من ضمن الانواع الاخباريه الخبر والتقرير والتحليل الاخباري إلا أنه في بعض مثل ما قلت المدارس بتدرجه ضمن مدرسة التقرير طبعا هذا هذا النوع بيتمهل الكاتب للحصول على كافه التفاصيل اللازمه لشرح اسباب الواقعه وتطوراتها من صفات الخبر هون الموضوعيه التزام محرر بالحياد وعدم طرح وجهه نظره اما التقرير فتصغر في شخصيه كاتبه ووجهه نظره طبعا مثل ما قلنا هون مشان تكونوا متاكدين انه التقرير وقت شخصيه الكاتب ووجهه النظر هذا امر مختلف عن ابداء الراي بالتحقيق اللي هذا بعد تصور صار كثير امر واضح تكون انواع تقارير تهتم بزوايا معينه بالحدث قد لا يتناولها الخبر نظرا للكم الهائل من الاخبار في الوسائل الاعلاميه هلا خلونا خلونا نشوف الفرق بين التقرير والتحقيق يلي هلا درسناه واللي هلا استطلعناه تحقيق الصحفي هو نوع قائم بذاته له قوانين مختلفة عن التقرير أصبح أو القوانين اللي تشبه هي صراحة من حيث الصياغة ومن حيث البنية إلى حد ما التقرير لكن أصبح له نوع مستقل خاص بنفسه وخاص ومعتمدة عليه الكثير الكثير من الوسائل الإعلامية التحقيق بيتميز مثل ما قلنا بالعمق ابعاد الحدث التقرير شوفوا شو عم يعمل بس عم يقدم صوره سريعه للحدث دون ان يغرق في التفاصيل في التقرير يقدم تفاصيل اكثر من الخبر ولكنها اقل من التحقيق التحقيق بيهدف لاقناع القارئ بخطوره القضيه بهدف كسب الراي العام لصالح القضيه شفتوا هالفكره هي نفس اللي كنا عم نحكي عنها وعم نقول قديش في تحقيقات اذا كانت احترافيه فهي فعلا بتكون لها دور بحسم الجدل بموضوع معين او حتى حل القضيه الشائكه اللي صار لها سنين او ربما الوصول او اكتشاف المستور كشف المبطن كشف الفساد هذول كل النقاط اللي هي فعلا بتكون لها علاقه بخطره للغايه والراي العام بيقدر مباشره في حال اطلع على هي التفاصيل يكون له موقف في المجتمع وانه تعديل الواقع وتعديل الحال. طبعا هدفه مثل ما قلنا اثاره اهتمام القارئ بالموضوع وتقديم معلومات جديده. اخيرا يحتاج التقرير لاسلوب بسيط وواضح وجمل قصيره بينما التحقيق اسلوبه بسيط بس عميق ويعتمد في بعض الاحيان بالاستعانه بدراسات والابحاث غالبا ما يعتمد على دراسات وابحاث واحصائيات، تقرير بيركز على زاويه معينه مثل ما قلنا عنصر من عناصر الخبر اما التحقيق بيركز على كل الجوانب. التحقيق بيستعين بمصادر منها مصادر بشريه للحصول على الاراء بينما التقرير لا يشترط ابدا الاستعانه بهذه الاراء ربما مثل ما قلت لكم ما اضطر ابدا لاخذ تصريحات اي من الوزراء اي من المسؤولين اي من القائمين على اي منظمه معينه ما يكون في عندي يعني اهميه لهذا الشيء او ضروره خلونا نشوف الحوار الصحفي طبعا الحوار الصحفي نحن ما اخذناه لكن الحوار الصحفي هو نوع جدا بسيط وجدا ممتع للغايه الحوار او الحديث الصحفي هدول الانواع لهم علاقه ب بانه اذا بتشوفوا البرامج اللي بتكون موجوده على الجزيره و او حتى العربيه اللي بيكون الضيف هو مع بيكون الضيف مستقل مع المذيع او مع مقدم هذا البرنامج ودائما هذا البرنامج مطبوع بذاكرتنا مثلا مثل احمد منصور اذا كلياتكم بتصور بتصور لازم تكونوا متذكرينه احمد منصور هي الشخصيه اللي كانت تعمل خلينا نقول مادة حوارية مع ضيف لكن أشبه نحن ما كنا نشوفها من كتر احترافيته وقدرته على جذبنا لمتابعة هذا الحوار كان أشبه ما يكون بالتحقيق يعني كان عم يستنبط المستور أو المخفي بسيرة هذا السيرة الذاتية لهذا الشخص أو لهذا الضيف أو سيرته بالنسبة من ناحية العملية والمهنية وغيرها الحوار الصحفي والتقرير اذا صار في عندي معرفه شو يعني حوار صحفي اللي هو بيحكي عن ضيف معين عن شخصيه معينه هذا الحوار قد يكون حوار معلومات يعني انا بس هدفي من هي الشخصيه اللي عم حاورها احصل على معلومات هي المعلومات ايا كان توجه تبعها ما بيهمني انسانيه سياسيه اقتصاديه المهم انا عندي معلومات وبدي اخذها من هذا الضيف لانه هو اللي بيعرف عن هذا الموضوع او قد يكون حوار راي انا بيهمني استطلع رايه رايه مو معلومات منه انتبهوا رايه حول هاي المشكله يعني مثلا مشكله الاميه مثلا اذا بدنا نحكي مع احد الضيوف اللي آه، كان لهم دور كثير كبير بمحاربه هاي المشكله هاي المشكله انا بدي استطلع رايه لهاد آه الشخص حول هذا الحوار او حول هاي القضيه اللي عم نحكي عم بحكي فيها اخر حوار هو حوار الشخصيه اللي كلياتكم بتعرفوه اللي هو هدفي اعرف فيه امتى ولدت؟ شو درست؟ أنت تجوزت؟ كم ولد عندك؟ هي عم بحكي كن اسئله سطحيه بسيطه لكن في عنا اكيد اسئله عميقه بتصب بشخصيه وكيان هذا الضيف اللي انا عم حاوره. صار عنا علم شو هذا الحوار الصحفي، طب خلونا نشوف الحوار الصحفي والتقرير، طبعا في فروق كثير كبيره والفرق, والفرق واضح، شو... لنشوف شو هو، غالبا الحديث الصحفي او لقاء الحوار الصحفي بيقوم على لقاء بين المحرر مثل ما انه الشخصيه وغالبا ما يكون له اعداد سابق بينما التقرير الصحفي لا يحتاج لاجراء حوار اصلا مع شخصيه اذا يمكنه الاعتماد على مركز المعلومات بالصحيفه او الوسيله وايضا الخبره حول هي القضيه حتى يقدر يجمع مادته الصحفيه لعمل التقرير هيك بتصور بنكون خلصنا اليوم جلسة التحقيق يلي هي كانت فعلاً 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 بتصور وجعكم راسكم لأنه هي كان فيها زخم كتير كبير وضخ كتير كبير من المعلومات إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا هلأ أنا كان من ضمن مشاريعي أنه أعطيكم الفرق بين السياسة التحريرية والسياسة الإعلامية ونحكي شوي عن السياسة التحريرية هلأ هو صراحة لسه عنا نص ساعة أه حابة أنا نحكي فيها إذا ما عندكم مشكلة نحكي بس فقط نص ساعة بالتمام والكمال عن الفرق بين السياسة التحريرية والسياسة الإعلامية وأيضا ماذا تعني أصلا السياسة التحريرية حدا عنده أه يعني شوي صعب أنه يكون أه بده يحضر أو مثلا بيكون تعب أو شيء حلو برافو أناس إن شاء الله كمان تكوني محاسن أو البقية يكونوا أه يعني ما كثير متضايقين، نحن مثل ما قلنا فعلا اليوم محاضرتنا دسمه دسمه كانت كثير وان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا، قبل ما انتقل على السياسه التحريريه حدا عنده اي سؤال عن التحقيق اللي المعلومات اللي حكيناها بالتحقيق او حتى هلا الفروقات هي السريعه اللي اشتغلنا عليها وحاولنا نسلط شوي الضوء عليها؟ انا ما بعرف ليش ما عم بسمع اصواتكم آه طيب مين اللي بدي انتم بركي انا اللي عامله الانميوت ما بعرف رح بجرب أنتوا عم تحكوا طيب آه, اه تمام خلص تمام اذا ما في حدا عنده اي سؤال تفضلي يا تمام سم. عم بسمعك تمام لا ما التنبي. بدي احكي عم بعمل تيست انه الصوت زبط ولا لا تمام يلا تمام آه انا عم تقول اشكال التحقيق أشك... دائما انت بتورطنا باشكال التحقيق اشكال التحقيق اشكال التقرير ما هيك يا انس صح... <applause> هلا اشكال التحقيق انا صراحه ما استطلعت عليها انواع أنواع المرة اشكال ايه لا لازم لا في فرق كثير كبير بين الاشكال والانواع كثير طيب ما في مشكله هلا انا بكل الاحوال بس مشان اكسب وقت وحاول قدر المستطاع نشتغل على موضوع طبعا في عنا تحقيقات شو اسمها يا يعني انس تحقيقات لها علاقه بالجوانب الانس يعني ما ما بدي جوانب انسانيه وانما جوانب شخصيه يعني هي اللي عم تشتغل على مواضيع تحقيق حول أه مثلا قضية فساد مرتكبها شخص معين عرفت كيف هاي التحقيقات اللي لها علاقة بالشخصيات بال... خليني أقول ذاتية تحقيقات ذاتية وفي عنا تحقيقات إلها علاقة بالتحقيقات العامة القضايا الرأي العام إلها علاقة قضايا الرأي العام طبعا هي كثير كتير مهمة قضايا الرأي العام تختلف بين حين وآخر لكن اغلب قضايا الراي العام لها علاقه بالمواضيع اللي فيني اقول المحرمات اللي دائما اللي ممنوع اصلا ينحكى فيها هدول التحقيقات بتكون لها خصوصيه وفي عنا تحقيقات مثلا مثل ما قلت لكم يلي خليني اقول قضايا الاغتصاب التحرش هدول كلياتهم قضايا او تحقيقات تصب في بوتقة التحقيقات يلي تسلط الضوء على قضايا الرأي, القضايا الرأي العام أه ما بعرف اذا في عنا تحقيقات عامه بس بكل الاحوال أه غالبا ما يكون انواع هذه التصنيفات اقرب ما يكون للتحقيقات الاستقصائيه نحن بشكل او باخر هي أه يعني اعظم انواع هذه التحقيقات اللي هي واعمق انواع هذه التحقيقات اللي مثل ما قلت لكم بالتحقيق الاستقصائي هلا رح تقولوا لي طيب مو كل تحقيق هو تحقيق استقصائي نعم الى حد ما في حال كان بضخامة الماده الاستقصائيه اصلا اللي اللي يلي يعني بتتطلب انه تكون ضخمه لانه المواد الاستقصائيه اللي بيتم تسليط الضوء عليها على ما اعتقد في في تحقيق استقصائي يا على محط، يا على منصة شو اسمها درج او سراج او هيك شيء بتذكر هدول المنصات او المواقع الاخبارية يلي مهتمة جدا بالتحقيقات الاستقصائية بشكل احترافي وعم تشتغل عليها وترفع فعلا لها القبعة من التحقيقات الاستقصائية اذا حابين انتم تستطلعوا او اذا عندكم اي اطلاع فيكم تشوفوا مسمعت سمعت س... منصة منصة كان إدراك؟ إدراك على انا روان انا 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 إدراك كمان قائم على انا الاستقصائية ما هيك؟ إيه انا انا كورس كورس الاستقصائي ها جميل جميل حلو الكلام يعني بكل الاحوال مثل ما قلنا انه في في تماما انا يعني سوى الاستقصاء هو موسع حيكون في كثير 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 من الشخصيات فعلا فقدوا ما, حق ما حقول يعني انه فقدوا حياتهم وصلوا لهي المرحله من الخطوره لكن قد يتعرضوا للتهديدات المستمره قد يكون في فعلا يعني وجودهم بهالمنطقه اللي بدهم يستكشفوا ويستطلعوا ويستقصوا عنها تفاصيل بتعرض حياتهم للخطر وهون مشان هيك نحن عم نقول إنه هالأنواع من التحقيقات هي جدا خطرة وحساسة ولازم الواحد يأخذ كتير احتياطاته بشكل كتير كبير. إن شاء الله يا رب تكون وحده وضحت التحقيقات أكيد في أنواع أخرى لكن نحن ما رح نكون بصدد استكشاف هلا عن هالأنواع. مهم بهمنا نحن ب بهي المحاضره نحن نكون عرفنا شو تبويبه يعني شو الخصوصيه التحقيق بحد ذاته وكيف نحن بنقدر نتبنى ونكون متحمسين لانجاز تحقيق على مستوى من الجوده والقيمه اصلا المضافه للصحفي بحد ذاته لارشيفه وتاريخه والوسيله اللي عم يشتغل فيها والمثل ما لكم من التحقيقات ضربت وعلى اسم الصحفية اللي كتب هذا التحقيق بذاكراتنا وصارت الدول وسائل الإعلام كلياتها وليست فقط الوسيلة اللي هو عم ينطلق منها خلونا نشوف الـ الـ يعني شوي من السياسة التحريرية والسياسة الإعلامية أنا بصور عملت الشير هلا رح نشتغل على السياسة التحريرية بشكل سريع كتير كبير السياسه التحريريه والسياسه الاعلاميه، كتار من الاشخاص ما بيعرفوا شو الفرق بين السياسه التحريريه والسياسه الاعلاميه، بصراحه الفرق بين السياسه التحريريه والسياسه الاعلاميه فرق كتير كبير، لكن متداولا وما يتداول بين الاوساط خاصه الاشخاص الغير اعلاميين وغير صحفيين وغير مدرسين لهذا الجانب بشكل يعني خليني اقول منهجي وعلمي بالجامعه او سواء كان بالكورسات وما الى ذلك ما بجوز بيقولوا انه هن خلص يعني كلمتين لكن يعني ما في لهم فرق رح اقول لكم شوي كيف قسمت اساتذه الاعلام وكيف وزعوا وقالوا انه لا السياسه التحريريه ليست هي نفسها السياسه الاعلاميه فعلا السياسه نحن كلها بنعرف هي مجموعه سلسله من القرارات اكيد يلي بتصب ببوتقه معينه سواء كان تعليم، صحه، اعلام، اقتصاد وما الى ذلك. هي اشبه بمرشد للجهه يلي عم تبلش تطبق هي القرارات وهدول المبادئ. السياسه الاعلاميه شوفوا هي مجموعه من المبادئ والمعايير اللي بتحكم نشاط الاجهزه الاعلاميه للدوله تجاه عمليات تنظيم واداره ورقابه وتقييم. هدول نحن بنعرف انه أساسيات إدارة أي مؤسسة الثلاث أربع شغلات التنظيم والرقابة والتوجيه والتقييم طالما هدول الأربع شغلات توفروا فعندي أنا نحن جهة إدارية وعندي مؤسسة بتحتاج إدارة تمام؟ عندي خليني أقول وسيلة بتطلب أنه يتم إدارتها بشكل حقيقي تجمع هدول الإدارات الموجودين بالدولة عندي إياها تمام وعم بفترض انا انه هدول الادارات من الوسائل الاعلاميه هدول الوسائل الاعلاميه باداراتها تجمعهم بشكل كامل شكل السياسه الاعلاميه للدوله سياسه الاعلاميه للدوله قد مثلا انا فورا لكم انه السياسه الاعلاميه للدوله في سوريا احنا كلياتنا بنعرف انه اصلا ما في اعلام بسوريا فما فيني انا احكي شو السياسه الاعلاميه الا اذا قلتوا لي سياسه اعلاميه قائمه على كبت الحريات وعدم التعبير ومنع التعبير ومنع الحقوق الراي والابداء الراي والتعبير وما الى ذلك اذا إيه اذا هيك ايه بقول لك كل الصحف حتى ان كان هي واحد طبعا في اثنين أو في ثلاثه وفي اربعه اذا بدي السياسه الاعلاميه بسوريا ليش؟ لانه مثلا هي سياسه الحزب الواحد او سياسه الصوت الواحد، سياسه الراي الواحد اللي عم يمثل القياده او عم يمثل الرئاسه وما الى ذلك. بالمقابل اذا بدنا نعمل شوي هيك نشوف السياسه الاعلاميه بتركيا كبلد او حتى بلبنان ها لا تبعدوا لبنان لبنان بغض النظر عن صحيح هي بلد قتلته او خليني اقول مليء بالطوائف والاعراق وعم ينهار اقتصاديا لكن هو قائم فعليا على نموذج رائع من السياسات الاعلاميه أه السياسة الإعلامية للدولة يلي ما بدي أقول إنه بتتيح حرية الرأي والرأي الآخر بشكل كتير كبير كبير كتير بل وإنه هي فعلا بتحققه لكتير حد بعيد وكلاتنا بنشوف قديش في عنا ام تي في نيو تي في وفي عنا ال بي سي وفي عنا قنوات الميادين والمنار كل هدول الأصوات عم تشكل السياسة الإعلامية للدولة تمام؟ إذا أه مصر على ايام بارك كان عندهم حريه الصحافه بلا سقف نعم نعم صحيح صحيفه الاهرام كان لها مثال قوي جدا وان كانت هي يعني تابعه للدوله ومن ضمن الصحف الناطقه باسم الحزب او للحكومه والرئاسه لكن فعلا في عندها صحف كبيره كان يحتذى فيها بالنسبه للرأي اللي كان مفتوح ومتاح بالنسبه لكثير من يعني من الصحفيين او حتى من الاحزاب الموجوده بالدوله اللي هي فيها. طيب اذا خلينا هلا نعرف الصور صارت واضحه عندكم السياسه الاعلاميه اذا هي كل هل آه كل هل آه خليني اقول التشعب الكبير او الفرق الموجوده من الوسائل الاعلاميه الموجوده عندي على الارض، هي هي السياسه الاعلاميه وغالبا ما تكون امتلكن للدوله. يعني غالبا ما نطلق لقب السياسة الإعلامية للدولة وليس للوسيلة لكن في بعض الصحفيين للأسف بيخطئوا بيقولوا السياسة الإعلامية للوسيلة تبعنا هلا هو ليس عيب لكن ما له المصطلح الصحيح عرفتوا كيف إذا فيكم أنتم تستخدموا السياسة التحريرية للوسيلة اللي أنتم عم تشتغلوا عليها خلونا نشوف اذا السياسه التحريريه هي فعلا مجموعه من المبادئ والقواعد والخطوط العريضه التي تحكم أه خلونا بس نشوف التحكم في الاسلوب التي تتحكم في الاسلوب والطريقه التي تقدم بها المضمون الاعلامي الاعلامي وتكون في الغالب غير مكتوبه بل مفهومه ضمنا من جانب افراد الجهاز التحريري وتظهر في سلوكهم وممارستهم العمل الصحفي وتخضع لقدر كتير كبير من المرونه تختلف درجته من وسيله لاخرى ومن فتره لاخرى داخل الوسيله الاعلاميه نفسها. اذا بقصد من فتره لنفسها واحيانا تصير تبدلات بالدورات البرامجيه او حتى بالرؤساء لهدول الاقسام الموجوده بالوسيله الاعلاميه فبيجوا وبتتجدد هدول بتتجدد هدول الكوادر فبيتم آه يعني العمل على تغيير الاليه التي او الاجنده اللي عم تشتغل اصلا عليها كانت الوسيله الاعلاميه هلا لربما الاجنده لا تختلف بشكل جذري يعني ما فيني اقول مثلا هي آه الوسيله كانت مؤيده وصارت معارضه ممكن نشوف هذا الشيء بي بتغير السياسة التحريرية وإنما اللعب على المصطلحات اللعب على المفردات تغيير بعض الكلمات نحن بنشوف كلياتنا أنه في كيف بقنوات السورية أو المنصات السورية ناس بتسمي قوات سوريا الديمقراطية ناس بتسمي وحدات الحماية الكردية ناس بتسمي عرفتوا كيف في عنا هذا اللعب بالمصطلحات هذا بيكون كلياته محدد بشكل دقيق لازم يكون مثل ما قلت لكم ليس بشكل يعني بروشور بيقدر يقراه الصحفي وانما من خلال ممارسته وجلسته الاولى والثانيه مع زملائه من الكوادر الصحفيين او حتى مع من تعليمات بياخذها من رئيس التحرير او رئيس قسم الاخبار او رئيس اللي هو عم يشتغل فيه بشكل شخص طيب خلونا نشوف كمان احد التعريفات هي مبادئ قواعد بيلتزم فيها الجهاز التحريري بنقله للاحداث وبالتعبير عن وجهات النظر حول القضايا والمشكلات المطروحه بالمجتمع وطريقه عرض هالاحداث باختصار سياسه تحرير الوسيله ترتبط بالاجابه على التساؤلات ماذا ينشر وكيف ينشر سياسه تحرير الوسيله هي اللي بتقلك اذا انت او بتقلك اذا هذا الشيء فينا ننشره بوسيلتنا ولا ما فينا ننشره؟ هي واحد. بنقدر ننشره؟ كيف فينا ننشره؟ طيب إذا بنقدر ننشره كيف فينا ننشره؟ إذا ما إذا ما بنقدر ننشره ما عاد في داعي أنا أعرف إجابة عن هذا السؤال. تفضل يا أنس عند تغيير السياسة التحريرية لأي وسيلة ما ايه هل يقلل من مهنية المهنية الصحفية لهذه الوسيلة؟ هل شو؟ يقلل من مهنيتها بعمل الصحفي بالعكس مثل اعتمدت مثلا هي اعتمدت على 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 سياسه تحريريه معينه ومشيت فيها مع مرور الزمن غيرت او عدلت اما اما غيرت بشكل بشكل كامل السياسه التحريريه او عدلت، هذا جزء ربما التعديل لا اشكال عليه، بس اما تغيير بشكل كامل على السياسه التحريريه للوسيله من مهنيتها انه مثلا ابتدت آه. بامر معين السياسه التحريريه وغيرت ايه طبعا اكيد 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 معناتها هون في خلل كثير كبير عرفت كيف؟ طالما وقت بيصير في عندنا انقلاب جذري نحن عم اذا عم نحكي انقلاب جذري بالمواقف عرفت كيف؟ يعني مثلا اه وقت عم تنقل هي الحقائق هي عم تنقل نحن عم نفترض انه هي المنبر الاعلامي عم ينقل حقائق لها طابع المصداقيه والحياديه والوضوح والشفافيه وكل قيم الاخبار اللي كنا اخذينها لكن هلا وقت مثلا بتقلي انه غيرت مثلا صفت مع القاتل ضد ضد المقتول او ضد الضحيه عرفت كيف فهون نحن بالوقت اللي كانت قبل فيه عم تقول لا انه هذا ضحيه وهذا يا حرام مستضعف وهذا مظلوم وكذا كذا عرفت يعني انا عم اذا بدي اضرب هذا المثال حسب ما فهمت رايك طبعا هذا الشيء تغير التغير لهذا الحد بالسياسه التحريريه التغير هذا الجذري الكبير هذا في اكيد في مشكله يعني اكيد في مشكله عرفت كيف؟ اه ربما هلا رح نحكي كمان نكون صريحين وشفافين ثورات الربيع العربي اللي صارت وانقلابات اللي صارت المفاجئه باراء وبتوجهات بالاحزاب او حتى بالوسائل الاعلاميه فعلا شفنا هذا الشيء انه انقلب فعليا كان مثلا مع هدول الفئه صار ضدهم بشكل كامل بس مو رجع بعد فتره رجع صار ضدهم بس مثلا رجع لهم الحكم او او مثلا وصلوا مثلا فشلت الثوره تبعهم مثلا باحد الدول فرضا رجعوا غيروا رايهم كل فتره والثانيه هذا التقلب هذا غلط اما مثلا وقت بيصير انه هن كانوا خليني اقول على ما بدي اقول مؤيدين بشكل كثير كبير للوضع الحاكم انا عم بحكي عن مثلا خلينا نقول الاعلام المصري في كثير من الصحف كانت تحاول او الوسائل الاعلاميه كانت تحاول بالزوايا والمقالات اللي عندها تظهر انه هي ما لا عن الوضع الموجود عرفت كيف عن الواقع الموجود لكن وقت صار صارت الثوره بمصر لقيناها كلها انقلبت وبلشت تحكي بأريحية وبصراحه وبشفافيه وترجع راح السيسي راح مرسي واجا السيسي هلا هون اذا رجعت رجعت حابه الوضع اللي عندها هذا النظام الرئاسي هون بتحس معناتها هي مع السوق من سوق وهذا طبعا لا،, لا يسمى اعلام عرفت كيف اما وقت مثلا اذا بتلاقيها ثبتت على مواقفها وحاولت قدر المستطاع تكون قريبه من ال... من الناس بتسليط الضوء بال... بالتذكير بانه في صار ظلم في صار اي 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 شيء يعني حدث معين إه هون ساعتها آه معلش هذا التغير مسموح فيه التغير الجذري قلت لك اللي صار بالتوجه وضحت الصوره يا انس؟ سلامتكم الله يعطيك العافيه. الله يعافي قلبك اذا مثل ما قلت لك في بعض المواقف الانقلابات الجذريه بالسياسه التحريريه مباحه مثل ما قلنا لكن على الا تكون هي الانقلابات والله اسبوعيه يوميه شهريه سنويه اما في حال صار حدث طارئ جلل إيه ممكن هذا الشيء يصير لكن الشطاره بانه يثبتوا عن سياسه تحريريه او يرجعوا يظهروا الخط التحريري تبعهم طبعا نحن هلا هون بدي ارجع لكم انه سياسه تحريريه هو الموقف المهني بيعكس دائما بشكل او باخر الموقف المهني للوسيله الاعلاميه من القضايا والشؤون والاحداث او حتى مشاكل اللي ممكن عم تقوم بتغطيتها بشكل يومي ودوري هلا ربما تقولوا لي طيب الوسيله السياسه التحريريه هل هي دورية سنوية؟ هل يتم تغييرها بشكل سنوي؟ هل يتم تغييرها بشكل شهري؟ هل يتم تغييرها بشكل مثلا خليني أقول أسبوعي؟ لا ما في هيك شيء إلا اللهم مثل ما قلت لكم في حال تم تغير حدث جلل طارئ مثلا بالمجتمع اللي هي عم تبس منه الوسيلة وبالتالي صار في مواقف جديدة هون ممكن السياسة التحريرية تتغير للوسيلة والخط السياسي أصلاً لانه لهالوسيله صار بده يتغير بما يتناسب مع الخط السياسي الجديد للدوله اللي عم اللي عم تبس منها هالوسيله طبعا أه مثل ما قلنا في في نقطه كثير كثير مهمه لازم نركز عليها ولازم انتم تكونوا كمان أه مهتمين فيها ومهتمين بانه أه تاخذوها بعين الاعتبار بتصور بالقضيه بالحدث السوري او الاحداث بسوريا بشكل عام صرنا نعرف وانت لكم انا انه بيجي واحد ممول فجأة ممول من أحد الجهات سواء كانت العربية أو حتى الأجنبية بيقول أنا يا جماعة أفتح هالوسيلة الإعلامية أه وهي الوسيلة الإعلامية بتعكس مباشرة توجهات هذا المالك أو توجهات هاي الجهة اللي عم تمول هالوسيلة يعني مثلا إذا كان في جهة أوروبية اللي عم تمول الوسيلة فأنا بتلاقوا أنه بحس كل أخبار اللي عم تركز على المساعدات الأوروبية للاجئين السوريين بركز عليها وبضخ كتير 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 كبير كم كتير كبير من المعلومات عنها وبنفس الوقت مثلا إذا في عندي مثلا احد ال... ما بدي اقول ابواق وانما مثلا جهات اعلاميه قد تكون مموله من الخليج من دول الخليج، بنلاقي انه منركز وبنعطي اهميه انه هالدوله دائما لا تكاد ت... يعني يكون في مناسبه ما بتوفر مناسبه الا وبتدعم اللاجئين والنازحين والمخيمات والذي منه. يعني طبعا عم بضرب لكم مثال اذا السياسه التحريريه غالبا ما تؤطر باطار المالك او صاحب الوسيله او الممول او الجهه يلي عم تدعم هي الوسيله الاعلاميه. وبالدرجه الثانيه فيني اقول الجمهور والمجتمع بيجي بالدرجه الثانيه بصير بقى فلتر سياسة التحريريه حسب اهتمامات الجمهور، يعني مثلا جمهوري انا بسوريا بركز مثلا حاليا على الاوضاع الانسانيه فسياسه التحريريه بركز انه انا بدي باليوم مثلا ست سبع عشر تقارير لها علاقه بالجوانب الانسانيه اكثر بالوقت اللي مثلا ممكن ما اشوف غير تقرير او تقريرين لهم علاقه بالامور الاقتصاديه فرضا اذا بقول حسب استطلاع الجمهور او حسب راي الجمهور بالمجمل اللي اذكره انا قناه الاورينت على شو كنت عم تحكي على اه تمام 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 اه تمام نعم 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 فهمت وجهه نظرك صحيح كان سواء سابقا سياستها مهتمه بالجانب الفني مع بدء الثوره ثم اصبحت اكيد شلون لقينا في آه يعني تغير و يعني فجاه بتحس انه كل هالنقاط صارت هامشيه وثانويه وليست اساسيه بالنسبه للتغطيه تمام انا هذا اللي بقصد يعني هي بهيك سياسه تغيير سياسي بهذا القالب يعني هلا شوف رح اقول لك لانه نحن كنا متعطشين لا اه لا لا منبر او منصات نسمع منها الاخبار تمام واخر الاحداث والمستجدات نحن كسوريين نحن نحن ما عندنا اعلام يا جماعه إحنا ما عندنا اعلام إحنا وقت 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 بالتنسيقيات او بال بمنصه الاورينت او بقناه الاورينت وقت صارت إحنا ما عندنا اعلام لانه فلذلك ايا كان هذا التوجه سواء كان من فني للسياسي بما يخدم مصالح وحاجات المجتمع شوفوا هي اللي حكيناها هلا برقم اثنين هذا الشيء مبرر عرفت كيف؟ هذا الشيء مبرر لا لانه اصلا احنا عندنا فقر يعني كيف اصلا عنا فقر فهذا الشيء مبرر كثير نحن كمان مو بس مبرر مش يعني بشكل لي. لكن نحن ما بدنا ننسى الشغلات الخفيه اللي بتصير وكيف بنكون وشفنا بالوضع السوري كلياتنا بنشوف يعني كيف في عنا المنصات الفلانيه محسوبه على قطر، المنصات الفلانيه محسوبه على الامارات، هذينك على جماعه سوريا، هذول على السعوديه، هذول على جماعه تركيا، هذينك على جماعه اوروبا، هذينك على فرنسا، هذينك على ما شو فعنا هذا التشعب وعنا هذا المحسوبيات اللي عم تصير بوسائل الإعلامية هو اللي للأسف عم تخلي إنه ما صورة الإعلام ما لا واضحة وما لا يعني خليني أقول مهنية بما يجب أن تكون عليه وسائل الإعلامية لأنه أصلاً نحن ما عنا كان إعلام وبالتالي هذا التخبط مبرر كتير 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 كبير طبعاً هذا الشيء أنا بحكي دائماً حطوه بين قوسين من وجهة نظري خلونا بس اخيرا يعني اخر هيك دقيقتين ثلاثه هل أه تحدد السياسه التحريريه قبل انشاء الوسيله الاعلاميه برايكم برايكم ممكن انا يكون في عندي وسيله اعلاميه قبل السياسه التحريريه على فكره هذا السؤال هو جاب يا احد دكاتره بالجامعه تفضل أناس. اكيد ما بحسن يعني شو بدي انشئ وسيله اعلاميه وما في سياسه تحريريه <applause> يعني الله شو شو بدي اشتغل شو السياسه وشو خطه العمل بدي اشتغل عليها فايش باب يكون في سياسه تحريريه خطه عمل حتى انطلق حلو حلو كثير هذا الكلام أه لانه فعلا احنا المحتوى والمضمون يلي أه عم يعكس لون هي الوسيله او لون وسياسه هي الوسيله سياسه مو بمعنى السياسي سياسه اللي هو منهجيه ومبادئ وأسس اسس هي الوسيله الاعلاميه وبالتالي الوسيله الاعلاميه يعني يعني ما راح تقدر تقوم ولا راح تقدر توقف على رجليها ولا رح كلها هدف وانما منصه عشوائيه فوضويه فيها الكثير من العبثيه وعدم التب... يعني يعني تبني وجهه نظر معينه، نحن ما يؤخذ على في بعض المنصات الاعلاميه ليس فقط السوريه، لانه ما في عنا منهجيه، ما في عنا اسس حقيقيه واضحه وصريحه، سياسه عامه لهالوسيله شفافه قدر المستطاع، هذا ما يؤخذ على بعض الوسائل الإعلامية غياب السياسة التحريرية مثل ما لكم ليش؟ لأنه أصلاً إجا أحد الأشخاص قال في معه قرشين زيادة قال يلا خلينا نفتح هاي القناة الم... لا تقوم القناة على فقط وجود تمويل وإنما تقوم على أنها مشروع أصلاً فكري ايديولوجي قائم بحد ذاته هدفه نشر افكار سواء كان افكار توعويه افكار لها قيم معينه لها لها يعني فقط تقوم بنقل الاخبار والمعلومات والحقائق كل هدول المعلومات انا وقت بدي احددهم حطهم بعين الاعتبار حطهم بفكري هون انا ساعتها مباشره وسياستي التحريريه بضمن العمل الجهاز التحريري فيها والكادر التحريري بضمن انه يكون فهمان سياسه التحرير وبالتالي يسمو بهي الوسيله مراحل لقدام ومراحل اكثر واكثر للابداع. لأ طيب خلونا اخيرا يعني نختم حاليا بس بهي الفكره من اللي بيحدد وبيضع ضوابط ضوابط السياسه التحريريه؟ طبعا اللي بيضع ضوابط السياسة التحريرية هن غالبا ما يكون فريق متخصص هو الذي يقوم بتشكيل السياسة, السياسة التحريرية وأول هذا الفريق هو شخصية رئيس التحرير مثل ما ذكرنا شخصية رئيس التحرير تعكس بشكل أو بآخر اللون الذي يريد منه أو القالب الذي يريد منه الممول أو المالك او حتى الجهه الداعمه للوسيله بانه تقدم فيها هدول هذا الترددات او هذا البث الفضائي اللي حيكون عم ينتشر على الفضاء يعني بشكل عام. طيب اذا بنيه جهاز تحريري للوسيله وشخصيه رئيس التحرير، تحرير هن اللي بيلعبوا الدور الكتير كبير في تشكيل السياسه التحريريه، جهاز التحرير كلياتنا بنعرفه، فريق التحرير مثل ما قلت رئيس التحرير، النواب ومدير التحرير حتى رؤساء الاقسام والمحررين وايضا المندوبين تخيلوا اذا كان في وسيله اعلاميه بتحترم حالها تاخذ بعين الاعتبار انه في عندها مندوبين ومراسلين وبتقدر من هون تجدد فيها السياسه التحريريه لانه المراسل مثل ما قلنا اللي موجود اللي موجود على ارض الواقع اللي عم يلامس الحدث يقدر يقول انه في تغيرات بالمصطلحات داخل المجتمع داخل الجمهور بحد ذاته، يعني مثلا كنا سابقا نقول يعني اصلا كلمه السوشيال ميديا ما ما كانت غير مطروحه يعني انه نقول سوشيال ميديا كنا نضل نقول مواقع التواصل الاجتماعي وان كان طبعا في عنا بعض الكثير من المنصات بتقول مواقع التواصل الاجتماعي لحد الان ما بحكي انه هي الكلمات صعبة او ما بصير تنحكى او هذا الصح وذاك الخطا وانما بقصد انه في موجات تتطلب انه يتم استطلاع راي آه 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 اخر مستجدات او اخر ما يحدث من قبل الشعب او الجمهور بحد ذاته من قلب المراسلين والمندوبين لانه هم بيكونوا الاقدر على الحكم ومطالبه بتغيير هدول التفاصيل. اخيرا آه مهمه الجهاز التحريري وجمع جمع اعداد واعداد المواد الصحفيه اللي بتعد للبث والعرض ويضم كل اللي بيجمعوا الأخبار مثل ما قلت لكم المواد الإعلامية واللي بيكتبوا واللي بيحرروا واللي حتى بيدققوا والمراسلين مثل ما قلنا وأي شخص وحتى المصور تخلوا تخيلوا والفني والفنيين والمخرجين وكل هدول الكوادر هم قائمين بشكل حقيقي وفعلي على أه على أه يعني أه بسياسة وبلوره أه كتابه وبلوره السياسه التحريريه للوسيله الاعلاميه. حدا عنده اي سؤال يا شباب؟ اذا في عندكم اي سؤال ان شاء الله يا رب هلا نحن وصلنا للنهايه صراحه أه في عندي كثير معلومات حابه اعطيكم اياها بس للاسف هي هي حتكون الجلسه الاخيره نحن في عندنا دورات أه مستمره باذن الله دورات حتكون يعني بركي بعد فتره يعني بعد شي شهر بنرجع نعمل دورات وبنرجع نعمل شوي هيك تنشيط سلسله ثانية من الدورات بنحاول نعمل استطلاع لاراء المتابعيننا وبنشوف شو بتحبوا نركز على احد الجوانب الاعلاميه سواء من من جوانب التقديم جوانب من جوانب التحرير اكثر نتعمق اكثر بانواع التحرير او حتى نتعمق ربما في الجوانب الاداريه للوسيله الاعلاميه، كل هدول ممكن نحن نطرحهم ان شاء الله بدوراتنا اللاحقه على دفعات وعلى مراحل. إذا حدا عنده أي سؤال، إذا ما حدا عنده أي سؤال خلونا نختم ونودع بعض، وارجع أذكر إنه يلي حدا أي حدا حابب ياخذ ويحصل على الدورة وكثير في ناس سجلوا، أنا إن شاء الله رح أحاول أتواصل مع السكرتير لحتى يلي حابب آه ياخذ هي الشهاده طبعا هي بعد العيد راحت ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير ان شاء الله اهاليكم واحبابكم وكل مين بهمكم آه وبلدنا سوريا اهم شيء يعني آه تصير بخير وتبقى آه ونبقى هيك نشوفها وهي باحسن حال نرجع لها ونحن سالمين غانمين الى اهلنا آه أنا عم يقول انه نحن بدنا تعليق صوتي الله يسلمك ويعطيك الف عافيه لما قصرتي مشكوره جهودك الله يسلمك يا رب ويعطيكم الف عافيه وان آه، شاء الله انتم كمان هيك تكونوا استمتعتوا وكانت دوره خفيفه عليكم آه، ما حسن عندك اي سؤال كونه انت صبيه موجوده عندنا هون بال... قبل ما نختم نسكر لا انا ما عندي سؤال بس حابه اختم معكم اني عن جد كثير حابه اتشكرك انك استمريتي مع انه نحن بس اثنين فانا بصراحه بعتبرها دوره ش... دوره شخصيه انا حضرتها انه يعني هلا كنت عم بحكي له لانس اول ما بلشنا انه عن جد خساره اللي انسحبوا كانوا معنا من البدايه وخساره انه مو الكل عم يحضرها لانه فعلا هلا ما من عادتي بحب امدحك كثير بس بصراحه يمكن تعتبر من افضل دورات صحفي اللي حضرتها كثير بحضر دورات فيزيائيه و... او اونلاين بس انا يمكن من عادتي ما بحب التفرع كثير يعني دورتك كانت محدده تماما الاشياء اللي بيحتاجها الصحفي حتى المبتدئ كتير بتشكرك وإذا في دورات كمان فيزيائية أو تعليق صوتي أو هيك كتير بنحب نحضر حلو هلا أنا ومحاسن محاسن أنتم تعقيبا آه على كلام الأخت محاسن يعني فعلا كانت دورة جدا قيمة أي أيوة والله وفريدة من نوعها الصراحة يعني بمعلوماتها يعني جدا أخذتنا بكثير جوانب والله والله هذا يعني كلام على عيني وراسي وبالعكس هذا مشجعني انه ارجع اعمل دورات، نحن اللي دارسين اكاديميا الاعلام وعندنا شويه خبره هيك يعني شويه خبره يعني ما بيجوز علينا ما نفيد يلي هلا طالعين جديد ويلي حابين يتعلموا ويتنوروا ويتثقفوا بموضوع الصحافه والاعلام اللي هو فعلا هلا عصب الحياه هالايام، فهذا واجبنا نحن انه نحن نقدم قد ما بنقدر جزء بسيط من اللي إحنا درسناه وان شاء الله يا رب نكون قدمنا الشيء الصح والشيء المنيح وانا بتشكركم يا محاسن وأناس وان شاء الله يا رب هيك الدورات الجايه بتكونوا انتم موجودين معنا باذن الله ورح نحاول يعني فعلا رح نحاول, نحاول ان شاء الله بس اهم شيء حطونا ضمن الخيارات دوره التعليم الصوتي التعليق الصوتي ان شاء الله والله فكره كثير ممتازه، حتى ممكن نستعين ب من رؤيه الجمعيه العالميه للاكاديميه العرب انه نحن نستعين بمعلقين صوتيين فعلا يعني نحن بصميم عندهم خبره يعني. كثيرة بهذا الشيء، فبساعدكم اكثر ان شاء الله وبنبلش نعلن عنها تقريباً لو كان فيزيائيه بنحضرها لو عفوا طبعا كانت فيزيائيه فيزيائي ما نحسن نحضرها اذا كانت اون لاين يكون يعني لما انا قاعد بعنتا ف انتم في اسطنبول آه، فصحيني طيب ان شاء الله بنشوف نحن انا قلت لكم رح نعمل استبيان نشوف شو هي اهم الدورات اللي حابين نحن نركز عليها المواضيع وحكيت محاسن فعلا وهذا هدفنا الاساسي انه نحن نتخصص ما نتشعب ونضيع الصحفي اللي نحن مو اللي لسه يعني حابب ياخذ الف باء الصحافه او حتى اللي شوي عنده رصيد من العمل انا بتشكركم كثير و... وان شاء الله يا رب بتمنى لكم كل التوفيق وتصيروا باعلى المراتب بالعمل الاعلامي واستروا ما شفتوا منا وان شاء الله بالتوفيق لكم شكرا كثير شكرا لك شو عملتنا كل الخير والله يلا السلام عليكم استاذه هلا بس رح تبقى المجموعه مشان اذا صار شيء جديد تخبرينا ولا رح تلغيها؟ انا رح اخلي المجموعه رح اخلي المجموعه مباشره رح لحتى اصلا الاستطلاع الاستطلاع الرأي رح نحاول ننزله اول شيء على المجموعه وننزله على جروبات الثانيه الخاصه بالجمعيه وايضا كمان ننزله على فيسبوك يعني خليه علني تقدروا انتم تبعتوه لاي حدا بتعرفوه وانتم كمان وقت ببعث اياه على الواتس حاولوا شيروه وبعتوه مشاركه لكل رفقاتكم اللي بتعرفوهم شغالين بالمجال الصحفي لحتى نشوف شو هي الدوره اللي لازم تكون لاحقه مباشره بعد هي الدوره بعد هي وانا بفضل ما تكون كثير بعيده في فترات لحتى يكون عملنا يعني كله شغال هيك بشكل سلس وبنفس الوقت ما يكون في تباعد كتير بالوقت ان شاء الله يا رب الله يوفقكم كلياتكم وتكونوا انتم هيك مستمتعين وبخبركم اول باول ان شاء الله السلام عليكم